يسعد مساكم. قبل 10 سنوات ولدت نجمة سطعت بضوئها على المشاهد العربي فأدهشته. ولدت لترى، لتنقل، لتتابع، لتحلل وتعيد تركيب الصورة على حقيقتها وكما ينبغي أن تكون. وكان ذلك إنجازا حققته MBC التي حلقت في فضاء النجومية وتفردت بسباقات إعلامية تفوقت فيها على معظم المحطات العربية الأخرى. اليوم وفي الذكرى 10 لتأسيس MBC نستطيع القول إن محطتنا تجلت وتفردت حينما اختلط الحابل بالنابل، وتميزت MBC في وقت بدا فيه أغلب الإعلام العربي وكأنه بلا رائحة ولا طعم ولا لون. وبخطوتها الجريئة فتحت MBC الباب واسعا أمام تجربة هائلة يخوضها الإعلام التلفزيوني العربي. عرفت العثرات طبعا واغتنت بالنجاحات، وما زالت تنظر إلى الأمام. وتحت ظل هذا الصرح الخلاق التقى أرقى المهنيين من جميع الأقطار العربية والأجنبية ليساعدوا المشاهد العربي كي يرى العالم بعيون مختلفة، بعيون عربية. اليوم حلقتنا خاصة وخاصة جدا، وهنالك مناسبة وسبب. فاليوم كما قلت تصادف الذكرى 10 لتأسيس MBC، وبهذه المناسبة راح بيكون معنا ضيوف كبار وحلوين حبيتون سواء على الشاشة الكبيرة أو على الشاشة الصغيرة. وراح نبدأ من الأول. ضيفنا اليوم صاحب خصوصية ونكهة تختلفان عن غيره من النجوم، فهو بعد مشوار طويل مع التلفزيون والمسرح والسينما تنازل عن عرش الكوميديا ليلتحق بقوافل الإعلاميين ويخوض على مسؤوليته غمار همومنا وشجوننا، أي أنه ترك قبقابه وشرواله مع غوار زمانه وتسلح بكرافتة الطامحين للمال، ليس ليسرق 10 ليرات من جيب أبو صياح ولا ليخطف فطوم من حسني، بل ليجيب عن أسئلة المليون. وفناننا ليس وحده الليلة، بل تتأبط ذراعه نصفه الآخر ورفيقة دربه الطويل التي طالما أصابتها شظايا مقالبه الفنية وغير الفنية. لنرحب معا بسفير اليونيسيف للنوايا الحسنة وصاحب برنامج على مسؤوليتي في MBC الزميل والفنان الكبير دريد لحام وزوجته الصامدة هالة بيطار. اهلا وسهلا. هلا عيوني. الله شايف شعبيتك لوين واصله؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك وبالست هاله. الله يخليك. نورتوا. الله يخليك. نورتوا استوديو من سيربح المليون. الله يخليك. الحقيقه انا من زمان ناطر هالمناسبه. ناطر يعني لازم رد لك الاجر، انت استضفتني على مسؤوليتي، لازم انا كان ذات يوم انه استضيفك بمن سيربح المليون، وبعتقد اليوم بذكرى 10 لتاسيس MBC هيدي افضل مناسبه. يا ميت اهلا وسهلا فيكم. عم تستنى مناسبه تشفى فينا يمكن. ليه ما تشفيت فيه انت على مسؤوليتي؟ ليه؟ ليه نيتك عاطلة؟ انت عادة بتتشفى بعدين كيف بدي اتشفى فيك وفي معك ست هالة؟ الله يخليك. معقول؟ الله يخليك. طيب على فكرة جد يعني بدي نبهك، الناس كتير بيحبوك على فكرة وبيحبوا البرنامج. نعم. ما بدك تزعلهم ليلي؟ جد، لكن في كتير من الأحيان بيقولوا هن الناس بيقولوا لك حرام عليك حاج تعذبه للمتسابق، بتلعب بأعصابه، فالله يخليك لا تلعب بأعصابنا اليوم. لا 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 الحقيقه مش عازمينكم لحتى نلعب باعصابكم، انتوا ضيوفنا. انتوا ضيوفنا. شو بك؟ شو مش مريحك بهالكرسي؟ واصلين رجليك لهي؟ لا والله. طيب ما هي هذا المقصود، هذا المقصود انه تضلوا مرتفعين على الارض هيك في حاله انشناق. لا لا لما عم شوف البرنامج عم شوف في حاله الضيف. انشناق كيف هي؟ مش انشناق لما عم يقعد. إيه؟ عم بيوصلوا رجلي لهي، نحن كني صرنا بهالسفره هيك. الظاهر من الرعبه، انا بالنسبه لي رعبه. على كل حال اهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. رح نبدا هالمسابقه بهالمناسبه الخاصه، بس قبل ما نبدا بحب اعرف انه ارباحكم ان شاء الله تكون مليون، لمين بتحبوا تعطوها؟ لاي جمعيه خيريه؟
الحقيقه يعني مقررين ان نقسمها، او انا مقرر ان مقررين ان نقسمها لثلاث اجزاء، ثلاث اقسام. قسم بيروح لمؤسسه الشهيد في لبنان، الثلث، والثلث الثاني للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة بسوريا، والقسم الثالث لجمعية أصدقاء الطفولة، هي جمعية قيد التأسيس وأنا وزوجتي أعضاء فيها. فإذن أهداف رفيعة جدا، بنتمنى أنه تبعدوا كتير بهالمسابقة قد ما فيكم. إن شاء الله إن شاء الله بنربح المليون، المليون يعني صوب المليون إن شاء الله. بس دخلتي برجلك اليمين؟ إيه دخلت برجلك اليمين، مو هيك فوت برجله اليمين مشان الله يوفقه، مو هيك هيك اسمح لنا نرجع أفوت وعتبة جديدة بقولوا هيك لازم. طيب منيح، لكن إن شاء الله تكون فق الخير. عندكم فكرة عن المسابقة؟ ست هلا أنت بعرف أنك عم بتتابع البرنامج، مش مثل الأستاذ دوريد. لا والله بتريد استظهر لك ياها. في عنا 15 سؤال للمليون، الخامس سؤال بنربح 1000 ممنوع بنخسره، صحيح. عاشر سؤال 32000 ما بنخسرهم، فينا ننسحب بأي لحظة بنريد. عنا ثلاث وسائل مساعدة. خليني أحكي شي كلمة. فينا نحذف إجابتين أو أو نتصل بصديق، نعم. أو نستعين بالجمهور بيساعدونا إن شاء الله. أوكي لا بس ممنوع تطلعوا بالجمهور. لا ممكن الجمهور يساعدكم بس هلا، بس من دون ما تطلعوا بالجمهور. أنا بس بتطلع بالجمهور. طيب جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. بنبدأ أستاذ دوريد؟ إن شاء الله. أعصابك منيحة؟ هادي؟ مرتاح؟ بلشت. وين بتلاقي حالك تعبان أكثر؟ على مسؤوليتي ولا هون؟ لا والله هون. هون ما تعبان أكثر؟ لا جد هون. يعني كنت متصور انه اذا ملاحظ كثير متحفز منك، واعد لك على المايل هيك. جد بشرفي متحفز كثير، يعني قربي علي هيك بنقوى ببعض. لك ما تقربي كثير رح نخلف. طيب فاذا انتم جاهزين ونحن جاهزين مع الاستاذ دوريد لحام وهالة البيطار زوجته، ومن سيربح المليون؟ ماذا نسمي الإنسان حاد الذكاء؟ مثلك غبي، لا سمح الله، بليد، عبقري، رعديد. عبقري رؤية. لا لا عبقري بلا، أنا رقم ثلاثة. مسألة عبقري ولا غير عبقري، مسألة الواحد يفكر ليجاوب. نعم يعني ممكن يكون في فخ، يعني ما تتسرع يعني حتى لو سهلة لازم. لا أنا معه، أنا معه. لا لا مو هيك يا قلبي، مشان الناس الأولاد يعرفوا إنه عم نكسب لقمتنا بكثير من الصعوبة. أي والله وين كان هي اللقمة مش إلها، بس على كل حال يعني الواحد يفكر. يعني أنت برأيك رديد؟ لا عبقري رقم مو برأي رديد، بهيك مسائل دائما الواحد يقول بنفي هي. طيب. غبي أكيد لا، لأنه أول ما طلعت غبي قال لا سمح الله، معناته مو هي. شكرا للمساعدة. شو في؟ بيقولوا ما بساعد، أنا بساعد. أنا بزماني كنت كتير بالمدرسة فعلا خاف، والله العظيم كنت خاف كتير، ارتعب من الأستاذ ومن الطلاب وكذا، فكان يقولوا لي بليد، معناتها مو هي. طيب ما أكون عم ذكرك بأيام مدرسة أنا هلا. رأيك مو رعديد، رعديد غير شيء. لا طبعا رعديد يعني جبان، هاي بعرفها منيح، ما صفي غير عبقري. عبقري، فإذا عبقري هو الجواب. صح، صاروا 100 ريال. شكرا. تسمع مني، امشي مع الست هالة على عمياني. ان شاء الله ان شاء الله. مثل ما هي ماشي معك على عمياني. سمعنا 100 ريال. هلا بدك 100 ريال؟ انا بحب كل دفعه بدفعها. انه هي المصاري مو لنا، هي نحن موكلين توكيل عليها لجمعيات انسانيه. خلينا طول بالك، خلينا نشوف السؤال الثاني ب 200 ريال. هلا بعطيك ال 200 ريال. الغفوه ساعات الظهر هي قيلوله، ترويسه، ترويقة، تروية. قيلولة. أكيد دوريد، والله عرفتها قبل ما يقوم. ما تزعلي، قوم ما تزعلي، قوم بيمشي. أنا ما عم طلع بالجمهور مشان آخذ جواب، جد والله عم طلع، بس معقول هذا يعني رأسا؟ رقم واحد. لا أكيد ما بصير. بعدين حبيبتي الدعوة إجت إلي.
اجى مكتوب السيد دريد لحام وزوجته، بس انكتب اسمي. ما قالوها لبيطار وزوجها. بس انكتب اسمي خلاص، بدي اشترك مع انه دايما بشوفه. تلاقى معها على ست هلا هيك، معها حق بالزمان. بالزمان كانت بدها تخلعك. خبرينا صحيح، خبرينا قصة الخلع هذه، كيف قصة الخلع؟ لا والله هي طلعت قاعدة، بس أنا عمري حدا بيخلع قلبه. والله عم نصبطها هلا، عم نصلحها هلا. لا هو بس ما بعرف، هي فعلا جازفت مجازفة يعني، فرضي وافقت. هل بعثت لك الشرطي على البيت حامل لك ال عملتها بساعة الجنان؟ والله ساعة الجنان هي بيسموها الخلع، ما هي؟ الخلع، بدها تخلعني. بدها ايه، فاستغربت يعني كيف المقامرة. فرضي أنا بلحظة جنان وافقت مثلا. الحمد لله. لا بعرفك عائل حبيبي، بس انا بعرفك تاخذ بالك، ما بتجاوب بسرعه، بتروي عارف انك ما بتجاوب بسرعه. انا جنيت وما وافقت حبيبي. طيب هلا شو الجواب؟ قيلولي اكيد. قيلولي اكيد الجواب صح، صاروا 200 ريال. السؤال الثالث 300 ريال. تهيألي قيلولي صح. خلص صح، احذر لي صح، لانه في غنيه ما بتعب راسك صح. ميل يا غزيل، يا غزيل ميل، وايل لك ايولي، هاي قيلولي. يعني حدا بيقول لحبيب تعا تسطح عنا مثلا. ما هو الرائي؟ الرائي، الرائي، المذياع، السينما، المرآة، التلفزيون. رقم 4 التلفزيون. لا تزعلينا، ايه الله يرضى عليكي. قالت هي جواب رقم 4. يلا جواب رقم 4 صح، صاروا 300 ريال. شكرا. يعني اذا على المعدل ما راح يطلع لهم شيء الجمعيات. طيب لا مو هيك يعني، اذا كان عم تقول لي، اذا انت عم تقول يلا صح، طيب انا ليه جاي؟ صحيح صحيح، انت جاي مع الست هلا. لا طيب جاي احكي، مو جاي مو يعني محرم انا هلا. طيب السؤال الرابع ب 500 ريال، يعمل في محطة ام بي سي، فمن هو؟ خالد بكداش، رؤوف دنكتاش، كان يعمل رؤوف دنكتاش، معتز الدمرداش، مدفع رشاش. معتز الدمرداش رقم 3 هي صحيحة، وهلا شفته وقابلته وقال لي انه هو بيعمل بالام بي سي، فهو غششنا. فإذا هو معتز الدمرداش راح بيكون معنا بعدين. معتز الدمرداش أعطاكم 500 ريال. شكرا لمعتزة. السؤال الخامس ب 1000 ريال. بس تعرف لوالي رقبتي قبل شوي الأستاذ معتز؟ ليه؟ بسم الله شو طول يا أخي، يغز العين. ضليت ساعة عم بحكي معه وأنا عامل له هيك يعني. ولسه قدامي هبة العشرين يا سيدي. قال بيقول لك هون أكمل البيت التالي، عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرتني بما هو جارو، عارو، نارو، كارو. عارو رقم 2 بالاسم. ايه ماله، ايه قولي هي، قولي وانا بعرفها باعتبار لي اهتمامات موسيقيه. وبعرف انه بيغنيها الغزالي. وبس مين مؤلفها بتعرف؟ المستنجد بالله. الجواب صح، صاروا 1000 ريال. هلا ما بقى نخسر، ما بقى نخسر هلا. ثلاث وسائل مساعدة ما تنسون. السؤال السادس ب 2000 ريال. بنشوف السؤال. بتعرفي ليش عم بذكرنا فيهم؟ لأنه هلا بلش الحامل. إيه ما أنا مشان هيك كنت عم جاوب بالأول. هلا تركتي له أنت القسم الثاني. ماذا تفعل بالبابونج؟ تشويه بالفرن، تحشيه باللحم، تقليه بالزيت، تغليه وتشربه. رقم 4 روح انا. لا لا حبيبي يلا احكي. رقم 4 انا رايي رقم، ما انا عارفها كمان. عارفها اوكي يلا اولى سمعها. كل ما يصير معي بغصت بتغلي لي بابونج، ما انا عارفها. اوكي طيب تفضل جاوب حضرتك هلا. يلا جاوب. قمع على الست هلا، قمع قمع. تغليه وتشربه. تغليه وتشربه. جواب رقم 4. نعم. برافو حبيبي برافو. جواب نهائي؟ نعم جواب نهائي ان شاء الله. بس ما عرفه لحاله، انا قلت له. الجواب صح، صاروا 2000 ريال. بس لا عن جد عم بيصعبوا لكم الأسئلة.
عم بيصعبوك كتر خير ولا لا؟ هلا بنشوف السؤال السابع، بس خلينا نتوقف لحظات مع الإعلان، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد بهالحلقة الخاصة من برنامج من سيربح المليون. في معنا الأستاذ دوريد لحام ومدامته الست هالة عم بيشاركوا بالمسابقة، وصلوا لألفين ريال. فيكم تنسحبوا إذا بدكم هلأ؟ لا بكير، لنشوف السؤال بكير. طيب في عندي حل، ممكن أنا أخذ 2000 وانسحب وهي تكمل. حلك كويس. لا لازم نسحبه سوا. طيب. ما فيك. السؤال السابع ب 4000 ريال، بعد في عندكم 3 وسائل مساعدة ما استخدمتوا منها ولا شيء. بنشوف السؤال السابع. ماذا يسمى طرف الأنف؟ الثعلبة، الدجاجة، الأرنبة، القردة. طرف الأنف بردت بردت أرنبة الأنف. إذا سألي سموها أرنبة، ما سموها جاجة مثلا؟ سموها ديك. ديك ال ديك الأرنبة. رقم ثلاثة. شو بتقولوا؟ أستاذ دريد؟ إيش؟ ما فهمت. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة الأرنبة. متفقين؟ نعم. رقم ثلاثة. جواب نهائي إن شاء الله. نهائي الأرنبي. أرنبي. أنا بلشت أسأله يعني ما بقدر. لا أكيد 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 الأرنبي، لأنه بيقولوا بردت أرنب الأنف، ما بيقولوا بردت إردت أنفه. في إردت إدنه بس مو أنفه، في الأرنبي الأنف. أرنبي. نعم. تعرف باعتبار كنت عارفها ولا ست هلا ردتك ساعدتك؟ اتفقنا مع بعض يعني الحمد لله. نحن ما الله ما يعني ما جمع الا وفق يعني. وسموها ارنب باعتبار الانسان بيشم فيها يعني تيمنا بالارنب، لانه دائما بتلاقيه عم يعمل والله. مجاهد جد ولا الارنب دائما هي مش أنا بعرفها أنا هيدا. ولا أنا. شكرا على المعلومات. لا هي هلا شكرا على المعلومات. هي النتعة هلا طلعت معي. شكرا على المعلومات. الجواب صح، صاروا 4000 ريال. عم تعدون؟ بعد في عندكم 8 سؤالات للمليون، مش هيك؟ في معكم 4000 ريال، السؤال الثامن ب 8000 ريال. أي الكتب التالية هي من تأليف جبران خليل جبران؟ الأجنحة المتكسرة، الشبابيك المتكسرة، القلوب المتكسرة، الألواح المتكسرة. رقم واحد أكيد. جو في الأجنحة المتكسرة بتهيألي. طبعا الست هلا قالت لك إنه الأجنحة المتكسرة وقريته الكتاب. جواب نهائي. اي بلا نهائي. الأجنحة. بلا الأجنحة المتكسرة. أكيد. بلا. والله كنا معتمدين عليها، أنت رجعت دوعتنا يا لا دوريد الأجنحة. مالك حق. لا شو بدك فيه؟ شو بدي فيه؟ بمين بدي؟ هو بده يدفع لنا. دوريد أكيد الأجنحة. لك لا ترد. لمي على مين ما رد؟ رد علي. خلص هدي محله واسألي أنت. شو ما ردك الثانية يعني؟ مو الشغلة مو بالهيلمة كمان. لا بس والله الأجنحة أنا بقى أنا واثقة. بحلفة. لا. طيب. يعني إذا طلع مو الأجنحة مكسرة بحلف بالطلاق. طيب بدك شو اسمه؟ هلا أنت منك مش متأكد. ما أنت لا تأذينا الله يخليك. لا يعني لا 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 يعني لا تفصم. أنت لا تطلع فيه. لا تطلع فيه عمل لا يعني لا تفصم عرى قلبين. بخربطنا. بهالمسألة هاي. لا لك القلوب. لا بلا الأجنحة بتتكسر بس القلوب ما بتكسر. بلا بيقولوا لا تكسر له قلبه. لا تكسر له خاطره. لا تكسر له قلبه ما بيقولوا قلب مكسور. خلينا بالأجنحة. الأجنحة جواب نهائي؟ إيه إن شاء الله. إن شاء الله. خضرة. أنت كان إلهامك القلوب. ها؟ كان إلهامك القلوب المتكسر.
بس بعدين رجعت حالي لانه بتذكر انه يعني القلوب ما بتكسر، ويعني مثل ما قلت لك واحد جبران خليل جبران ما هي يغلط بمساله يعني الكاسه بتنكسر. يا سيدي كان معكم 4000 ريال، كان بعد عندكم 3 وسائل مساعده ما استخدمتوها. شو قصدك؟ ليش حاطينكم وسائل مساعده؟ قلت لك خلينا نستعين. ليش حاطينكم وسائل مساعده نحن؟ اوعى تقولها. شو قصدك؟ لك لو استعنت ما كان احسن له. كان معكم 4000 ريال. لو خلصنا رح نموت. والله العظيم هلا العالم كلها بتقلعك حرام عليك. لا الناس كلها بتقلعك حرام. صارت قلوب متكسرة. طبعا الاجنحه المتكسره لجبران يا جماعه ولو. لا وانا كمان عم ترعبني الموسيقى. ايه هيدي بترعب بين مكان الموسيقى. مرقوا زملاء كبار. اول شيء عليتوا لنا الكراسي مشان ما نرتاح بالقعده. وين الموسيقى؟ نعم. وبالجمهور لا تطلع. وليش ما عتمينا اليوم؟ بدنا نشوفهم يا رب. السؤال التاسع ب 16000 ريال، ما تنسوا وسائل المساعده. يا رضى الله ورضى الوالدين. يلا بنشوف السؤال. والله الله سبحانه وتعالى بخير. من هو بطريرك الأقباط الأرثوذكس الحالي في مصر؟ البابا شنودة الأول، البابا شنودة الثاني، البابا شنودة الثالث، البابا شنودة الرابع. أعرف أنا البابا شنودة. وأنا بعرف البابا شنودة. وأنا أعرف إنه البابا شنودة اسمه. أنا أعرف. في عندكم 3 وسائل مساعدة. طيب فيك تحذف لنا 3 إجابات؟ إيه إله إجابتين وإلي إجابة. على أساس للذكري ما فينا. لا للذكري مثل حظ الأنثيين. نعم صح؟ بيطلع لك إجابتين. أنا بيطلع لي حذف إجابتين وهي نص ذكر بيطلع لها حذف إجابة. تحذف لنا 3 إجابات وبيمشي الحال. والله كثير منيح. الله يوفقك. الله لا يقعدك الآن الزليلة. مرعبة مرعبة خربطت أنا هلا. يلا شو بتعملوا؟ حجرة بقرة. قال لي لا ما بصير حجرة بقرة. ما بصير. ولو إذا بنسلت للآن شو بكي أنت؟ شو حجرة بقرة؟ طب خلينا نستعان بحالنا. نستعان الجمهور. بدك الجمهور. نستعين بالجمهور. نستعين بالجمهور. جمهور هلا لكم الشرف تساعدونا الأستاذ وريد. حضروا حالكم إذا بتريدوا. السؤال: من هو بطريرك الأقباط الأرثوذكس الحالي في مصر؟ إن شاء الله يكون في مصريين بين الجمهور. البابا شنودة الأول، البابا شنودة الثاني، البابا شنودة الثالث، البابا شنودة الرابع. اختاروا الآن. أعطوكم 57% للجواب رقم 2 اللي هو البابا شنودة الثاني. أعطوكم 28% للجواب رقم 4 البابا شنودة الرابع. بقى 11% للجواب رقم 3 البابا شنودة الثالث. أكيد مو الأول، لأنه الأول عادة ما بيقولوا له الأول لأنه ما بيعرفوا جاي شنودة بعده ولا مو جاي. فأكيد مو الأول. نحن عم نحذف لحالنا إجابات. الثالث ما رشحوا بين الثاني والرابع. معناتها نحن هلا خلينا مع الجمهور. شو رايك بدنا نروح باتجاه الجمهور؟ يعني ما ضروري، انت فيك بالنتيجه بدك تقرر لوحدك. شو قصدك؟ ما قصدي شيء، قصدي انه يعني البابا شنودة معروف. يعني بعرف انه معروف. انا عارفه يعني في جميع الاقطار العربيه والعالم معروف البابا شنودة. ايه قول لي شو حضرتك تعرف؟ ايه بعرف. انه ما راح اقول لك. ما راح اقول لك. لا ما بتعرف. ما راح اقول لك. بس انا بيعز علي انك تخسر. بس عم خربان ما بعرف شو بدي. هو لو طلع لنا هيك مثلا ايه بابا طلعنا هي النتيجه على طريقة الانتخابات العربية شي 99 فاصلة كذا مثلا. يجي ناخذك إجابتين. لا ولو حرامنا على سؤال واحد نروح وسيلتين مساعدة. بابا شنودة بابا شنودة.
عمري ما فكرت ثاني ولا رابع. رابع 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 اذا بتذكر رابع. الرابع نجرب حزب جبتين رح يروح لنا اياهم كلهم. هيك بتعرفي انا مخلي حذف الاجابتين لامتى؟ للمليون؟ عشان الاتصال بصديق. يعني وقت بدي اتصل بصديق هو بينصحك اذا بتحذف اجابتين؟ انا بحذف له اجابتين بضل عنده اجابه لانه 30 ثانيه ما بنلحق نقرا له الاربعه. نعم نقرا له شغلتين بس. نعم نعم بس هلا صارت مصيبه هي المساله. طيب نحذف اجابتين اتكل على الله ونحذف اجابتين. نحذف اجابتين ست هلا شو بنعمل؟ فإذا بنطلب من الكمبيوتر يحذف للأستاذ دوريد والست هالة إجابتين من ثلاثة الخطأ. الثاني الكم؟ باعتبار ما رشحوا الثالث الجمهور. ما رشحوا الثالث؟ رشحوا الثاني. الأول ما له طعم. خلص الثاني. شنو ده الثاني؟ شو قلتوا؟ الثاني اللي الجمهور عطوه؟ نعم. إيه الجمهور عطى الثاني. الجمهور عطى الثاني. ايه عطى 57% للثاني. وقلنا الجمهور ما في ولا واحد مصري بيناتهم. جورج دوختنا. شايفين؟ ناخذ الصديق. يعني الصديق ما حيعرف. تعال نسأل يعني معتز. ايه معتز وينه؟ هات معتز دمرداش. لا ممكن يعرف. ايه طبعا بيعرف صديق. بس هلا في عندكم خيار بين اثنين. شو خيار؟ رجع احذف لي واحد لإلي. جمهور قال محذوف. جمهور قال الثاني. الاول انا حذفته من الاصل لانه ما بيقولوا اول لانه لسه ما في حدا مسمى هيك بعدين. يعني هلا انا ما بسمي حالي دوريد الاول. لا حفيدي لا. دوريد الثاني. بس انا مو الاول. طب دوريد طلب حذف اجابتين وانا لا. بطلب حذف. لا خلص هلا ما فينا نحذف. في عندكم خيار بين رقم 2 او رقم 3. رقم 2 الجمهور اعطاكم 57% ورقم 3 اعطاكم 11% جمهور. نعم. وانا استنتجت انه ما في ولا واحد مصري بين الجمهور. نعم. الا شيء قليل يعني ما بعرف. انت ما عم تقري جرايد؟ لكن بلا بس عمري ما بكمل يعني انه بعرف انه البابا شنو ده. لا بتمسك الجريده وبتزدي بالكلمات المتقاطعات بهمك من الجريده كلها. هلا طلعت فيك بقرا البابا شنو ده بس ضروري اعرف اول ولا ثاني ولا ثالث. بابا شنو ده بعرف. اخ يا وطن بنقول الثالث. بتقول الثالث؟ ايه حط لنا هاي الخضرة عليها لشوف. بتقول جواب نهائي الثالث يعني؟ ايه ايه دخلة. كان عندك مسرحية اسمها صح النوم. ايه صح النوم مسلسل. ايه مسلسل صح النوم. ايه صح النوم شباب. صح صح صح. هيك قصدنا. طيب شو استفدنا لكام مسألة سؤال الجمهور؟ انا لو بدي اخسر احتراما لهم لازم اقول الثاني. لازم اقول الثاني احتراما للجمهور لانه هو اختار الثاني. ما فينا نظلم الجمهور. انا بعرف انه الثالث بس احتراما مشان الجمهور الثاني. طيب نحن رح نتابع نحن وياكم السؤال العاشر 32,000 ريال. بس بدنا نتوقف كمان مرة للإعلان. خليكم معنا. مرحبا فيكم الجديد بالقسم الثالث من هالحلقة الخاصة من برنامج من سيربح مليون. مثل ما ذكرت في البداية هالحلقة الخاصة هي بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس محطة الام بي سي. وفي معنا اليوم ضيوف كبار. في معنا ضيف كبير هو الأستاذ دوريد لحام وزوجته الست هالة عم بيتابعوا معنا المسابقة. وصل ربحهم إلى الآن ل 16,000 ريال. رح نكمل معهم بالسؤال العاشر اللي بيساوي 32,000 ريال. شو
ارتحتوا شوي بهالبريك؟ ان شاء الله. بنشوف السؤال العاشر. بدوية في باريس، بدوية في روما، بدوية في بيروت، هي لسميرة توفيق، فمن هو مخرج جميع هذه الأعمال؟ حسن المليجي، شوشو، رضا ميسر، محمد سلمان. شو؟ ظبيت جرافتك. ها؟ ظبيت جرافتك. شو بقى؟ مايلي. طيب جاوبنا قبل الجرافي. جواب نهائي. هلا وقت الجرافي هي كمان روحت لي تركيزي. ها؟ وقت الجرافي اللي تفكر منيح. طيب عم بيهم أناقتك يعني. هو جرافتي منيحة بس أنا رقبتي مو على النص. أنا رقبتي مايلة. بتعملي لي إياها سيرة متسحاب أيمن؟ لا لا. تذكر. شو؟ محمد سلمان. محمد سلمان، جواب نهائي. جواب نهائي. إيه إن شاء الله. أنا هذا. ربي تصير خضرة، ربي تصير. لا 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 خلي معي. بدي اعطيك اكبر منه بعدين. مش انت بعد بدي اعطيك شيء اكبر منه وبلا العذاب. طيب هلا بعد في عندكم وسيله مساعده وحده اللي هي الاتصال بصديق. السؤال الحادي عشر بيساوي 32 بيساوي 64000 ريال. ان شاء الله ما بنعتاز يا رب. ان شاء الله ما تعتازوا المساعده. حكمت 80 يوما فقط ثم قتلت، فمن هي؟ ست الملك، زنوبيا، شجرة الدر. بلا شجرة الدر. كليوباترا. بلا بلا شجرة الدر. رينا عنا تاريخ. هيك أنا عامل عليها فيلم. عملته تجربته. كليوباترا حكمت أكثر لأنه حبت وتجوزت وبعدين انسمت. مارك أنتوني. مارك أنتوني القائد الروماني. يعني قضت زنوبيا خاضت حروب إلى أول ملأ. حبت القيصر قبل مارك أنتوني. فهي حذفتي إجابتين لحالي. ما لنا بحاجة تحذف لنا إجابات. لا خلاص ما فينا. طيب. إحنا لحالنا عن بحث. هلا عندك ست الملك وشجرة الدر. شجرة الدر. رقم ثلاثة. جواب نهائي. ان شاء الله. لا لك ست الملك ما لي سامع فيها ولا انا. يعني خلينا معلش ست الكل. معلش ست الملك. ها كيف ما انا سامع فيها ست الملك. سامع بست الكل. قلت ست الكل ما لي سامع فيها. طيب ست الملك على راسي. لا يا سيدي سامع ولا مو سامع. انا اختصاصي كيمياء. طيب بس شجرة الدر بس 80 يوم حكمت. لا لك اسمح لي اقول لك شغله. خليني مو اقول لك يعني ما اعمل لك تساعدنا. لا وعلى كل حال جواب نهائي. اذا 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 ساعدتنا انت الله بيرضى عليك لانه هي المصاري رايح على جمعيات انسانيه. نعم الله يخليك. بقى مشان الله يرضى عليك قصرت لحد هلا شيء. ساعدنا لا تلعب باعصابنا على الاقل. طيب خلينا نقرر. خلينا نروق شوي. هلا عندنا يا سيدي كليوباترا اكيد لا لانه حبت واخذت انطونيو لغير زنوبيا حاربت وعملت حروب الاول. نعم. ما حتعملها ب 80 يوم. ست الملك مالي سامع فيها. شجره الدر سامع بعرف انه سامع فيها وقتلوها بالابائيب مثل ما قتلت جوزها. شجره الدر 80 يوم فقط. شجره جوز 81. لا شو ما في 80. هلا بدي ادبر لك وحده حكمت 80 يوم يعني حكت معك. هلا 81 يا سيدي. ما
منيح هيك انتو غلطانين. طيب شو عاملي فيك ست الملك؟ شجرة الدر ما سامع فيها، يا ريت تعمل فيه شيء. نعم. يلا شايفة؟ شجرة الدر الجواب نهائي. شجرة الدر يا سيدي هي الجواب الصح. شكرا. صار معكم 400. باقي الشك الثالث للجمعية لازم كل واحد 64. أيوة. على فكرة مو نحن اثنين وقاسمين كل واحد حيسكن ببيت ست هلا. أيوة. هذا شك 60,000 ريال عفته هلا ولا بخذيه هلا؟ بجوز يزيدوا. خذيه هلا. بدنا يزيدوا كمان. بس طيب ليش هلا اعطيتها وانا لا؟ ما انت قلت لي انه كل الفلوس بتعطيها اياهم بالبيت. الخزينه معي. بس هدول لا لي لا لي. انت قلت لي قبل ما نفوت قلت لي كل شيء فلوس بتعطيهم لها ست هلا. خلص. السؤال الثاني 10 ب 125,000 ريال. يا رب خليك معنا يا الله. فيلسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي وهو من اهل الكوفه واصله من خراسان، فمن هو؟ انت شاطر كيمياء بس مو كيمياء تاريخيه. محي الدين ابن عربي، ابو حيان التوحيدي، جابر ابن حيان. فيلسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي من اهل الكوفه واصله من خراسان. ابن عساكر ما كيميائي. كيميائي سمعاني فيه بس ما بعرف شو. جابر بن حيان. أربعة جابيالي. بتهيالي لألك ليش؟ لأنه فعلا بتذكر بجامعة سورية جامعة دمشق يعني في قاعة كان اسمها قاعة ابن حيان. ابن حيان جابر ابن حيان. ونحن كلية علوم. نعم فلازم يكون جابر بن حيان. ابن عساكر مو كيميائي. لا والتوحيدي مو كيميائي. كان صوفي. شو رأيك؟ اوكي خليها جابر. انا هاي عندك. لحظة اذا طلع غلط شو بيصير؟ ترجع على 32,000. بس الشيك معنا ما حنرجع لك يعني. معلش انا قابل. بس اذا طلع صح بيضل الشيك معك 64,000. ما بعطيك 64 فور. انت عم تاكل مال ايتام. طيب جواب نهائي. جابر بن حيان. جواب نهائي. جابر بن حيان. يا عمي لا تطولوا الموسيقى، اعطونا الجواب راسا. لا يطولنا الاخضر لنعرف اذا مزبوط. لا ان شاء الله يا رب. لا ما بيقدر. سؤال مهم يعني. كيميائي كان جابر بن حيان هو الجواب الصح. صاروا 150. صار معنا 125. الحمد لله ما بقي عنا سؤال 2-3 للمليون. يا رب. استاذ دوريان هذا شيك 125,000 هذا باسمك. خلص خذي ست هلا بس هذا باسمه للاستاذ دوريان. اسمح لي انا باخذه وانا بعطيك اياه. اوكي معلش خليه يعني يكون في. كيف صارت المعنويات منيحة؟ الحمد لله. يعني طلعنا. أبو حيان أعطاكم 125,000 ريال. بس ابن عساكر في منيحة طلعنا ابن شرطة. جابر ابن حيان أعطاكم. نعم. 125,000 ريال. صحيح. رح نتوقف كمان مرة للإعلان، خليكم معنا. نتابع سوا هالحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس محطة MBC. وصلنا إلى القسم الرابع من هالحلقة. في معنا الأستاذ دوريد لحام وزوجته ست هالة عم بيتابعوا المسابقة. وصل ربحهم إلى الآن ل 125,000 ريال. بعد في عندهم وسيلة مساعدة وحدة اللي هي الاتصال بصديق. السؤال الثالث عشر ب 250,000 ريال. منشوف السؤال. كم سنة دام الانتداب الفرنسي على سوريا؟ 24 سنة، 25 سنة،
26 سنة 27 سنة بعد في عندكم وسيلة مساعدة وحدة اتصال بصديق اللي هي الاتصال بصديق طيب هذا السؤال بيساوي 250 ألف ريال بدال 24 سنة و25 24 34 54 خربطونا هيك لا ما فيها لا هيدي يا بدك تكون تعرف الإجابة بدقة أو هيك في عندكم اتصال بصديق بعد بعمل اتصال بصديق من هو الصديق؟ ابني ثائر ابنك؟ ثائر ثائر نعم. اهلا وثائر شو دراسته شو خلفيته المشكلة دراسته علمية 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 بس هذا موضوع بيتعلق بتاريخ سوريا يعني ان شاء الله الاب ما كان يعرف السؤال بلكي الابن بيعرفه ان شاء الله الو ايوه الو مساء الخير اهلا الاستاذ سائر انا جورج ارداحي من برنامج من سيربح المليون ام بي سي اهلا استاذ جورج اهلا فيك كيف الاحوال عادي خير الحمد لله كيفك اخي ثائر في معنى الوالد عم بيشارك بالمسابقه هو والست هاله وعم بيواجه سؤال صعب قيمته 250 الف ريال يا لطيف نعم يا لطيف يا لطيف وصلنا مستعد تساعده ولا شو بكل سرور بكل سرور فإذا معكم 30 ثانية لا قبل ما 30 ثانية نعم هلا بده تضيع الوقت على التلي هو كله 30 ثانية وأربع زي ما بدنا نحكيهم إيه. فبدأ مش هلا بدنا كيفك بابا وما كيفك لا ما تقول له كيفك لا أنت أنت قل له بابا منيح إيه. وماما منيحة إيه. ومتوفقين خلص سائر ولا تحكي سامعك هو البابا منيح والماما منيحة ومتوفقين وصار معهم 125 ألف ريال وهلا بدهم منك السؤال تبع ال 250 الف ريال بس يبدا البابا بالكلام تفضل الاستاذ زورين كم سنه دام الانتداب الفرنسي على سوريا 24 سنه 25 26 27 ان الانتداب ابتدى من سنه ال 24 يمكن وانتهى بال 46 فبتصور لازم يكون الرقم الاصغر 24 اظن هيك بتطور الرقم الأصغر لازم يكون هو الصح أكثر متأكد؟ ولا لا ما ممكن يكون متأكد أكيد لكن بتذكر أنه خلاص الوقت خلاص الوقت شو رأيك؟ مو متأكد لا مو متأكد. متأكد أنا بقول مش متأكد 24 46 مزبوط خلاص 46 على الحالة كل الأرقام غلط إذا هيك إذا مثل ما قال سايق لا وبقولك بقى يعني أنه مو متأكد درسناه بأمريكا ومو متأكد أنا بعرف كنا درسناه من نابيبيا أرخص لنا كان مو عارفة عن السؤال من أنا علمناه بأمريكا أربع خمس سنين بس ليه ما علمته وصرفنا ليه ما علمته أمتى بدأ الانتداب الفرنسي على سوريا مشان الحشرة عرفنا أمتى انتهى بس ليه ما علمته أمتى بدأ مشان هيك حشرة هذا الحق يعني عليك برأيه سيزرين. هو 24 سنة رقم واحد رقم أصغر برأيه خليها متمنقة لكان لشو اتصلنا فيه لكان نحن ما أنا متأكدين أنا عم أقول بين 24 و 25 يعني بحذف 26 27 خليها بال 24 بدنا ثلاث باعتبار نحن اثنين فينا نجاوب جوابين جواب لي جواب إلا شو جوابك أنت؟ يعني إذا ال 24 وقتها معركة ميسلون إيه موقعة ميسلون 24 خليها بالأصغر أنت بتقول 24 ست هالة أنا ما بقدر يعني خالفه خليني بال 24 كثير أنا آدمي لا شو لا لا أنا بعرف 25 أنا إحساسي شو بس ماني متأكدة لازم نعمل مزاد قالت 25 شو بتقول؟ يعني قلت 24 طيب ما زاد هي بس 26 انت شو بتقول؟ شو بتقولوا شباب؟ لا لا ممنوع ما بصير ما بصير ما بصير لا 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 عتمي اصلا مو شايفهم ما شايفين وشهم ما انا يا دوب شايفك الان
عتم هونيك. الله يخليك، مش مبين انا شايفك بقلبي. شو لازم اعمل تصير شايفني؟ انت يعني برايك قديش، كم سنه برايك؟ انا برايي 24 مش صح. شبهها مش صح. معناتها انا مزبوطه؟ معناتها انا عم اقول 25. تجي ننسحب 26. طلعت معك هيك يعني ولا استرجعت التاريخ ورجعت لل 1920؟ استرجعت شوي. لا خلينا على هاد، ما بدنا السؤال. طيب مو قلنا المصاري يا عمي؟ لك يا حبيبي صحلنا، ما بدنا نقدر نعطيهم. صحلنا خايفين نرجع 32. طيب لا تشخش بيه افكاره، قال 26 الزلمه، وخليه يفكر، خليه يطمن ويطمن حاله ويتاكد مزبوط. ريح ريح ريح، خليه يرجع بالتاريخ. كان خلقان وقتها طبعا. ما كنت خلقان 26؟ لا لا ما كنت خلقان ولا انا. ما كنا خلقانين صحيح. منين جبتوا لنا هالسؤال؟ فعلا ما كنا خلقانين. ما كنت خلقان 26؟ لا ما كنا خلقانين. طيب هو قال سائل انه انتهى سنه ال 46 طبعا، وانت موافق انه انتهى وانا موافق معك 46 صحيح. طيب بالست ال 20 ما كنت خلقت؟ ها؟ ما كنت خلقت؟ شباب لا بال 20 لا، انت اصغر. ايه يعني 26. نعم 26؟ جواب نهائي؟ معركة ميسلو 1916. معركة هي متعلقة بمسألة معركة ميسلو على التاريخ اللي قبله. صارت معركة ميسلو زدنا لها 26 بصير 46. إذا زدنا لها 26 بتصير 46. هو فعلا طلعوا ب 46 وقت ما قصفت دمشق ال 45. أنت ما كنت خلقانة، شو عم بحكي أنا؟ ما شو لك علاقة بكل السؤال أصلا؟ لا ها مشان هيك ما كنت خلقانة أنا. أتذكر قصفوا دمشق وقصفوا البرلمان وب 46 طلعوا مثلهم بال قنعتها؟ اقتنعتي؟ ب 26 26. جواب نهائي يعني يا عمي. طيب انت لمح لنا تلميحه، اذا مو بقلبك بعينك. على 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 قلت اذا كان قلبك ما يصرح لازم عينك تؤميلي. ما فهمت بعد من عيوني؟ والله العظيم اللي فهمته من عيونك انه اكثر عينتين بيحيروا بالعالم. ايه بالعالم كله. ال 26 ايه 26 ان شاء الله نهائي. رح يذبحني ها؟ ايه لك لك عم بيطلع. قلنا لك ما زاد علني، وصلت على 26 ووقفت. بعد في 27، ليه ما قلت 27؟ أنا عم بحاول أتذكر مسائل أربطها ببعض. طيب. هلا عم بتذكر مسائل أربطها ببعض، يعني طيب إذا كانوا إذا بدأ الاحتلال الانتداب الفرنسي 1920 وعدهم عصبيعك شو بيطلعوا؟ بيطلعوا 26 سنة بيطلعوا 26. لا 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 26 مع ال 20 عد ال 20 1946 وعد ال 46 ايه بصيروا 27 سنة يا سيدي. لا لا ما كان 1920 26 1946. هي المسألة ما بين رحلوا في 46 وبين معركة ميسلون. طيب بس هن بدأ الانتداب بأول ال 20 كويس ورحلوا بآخر ال 46. شوف هاي الحسابات بحسبها الواحد امتى خلق. هلا انا برجع دائما بيسالوني قديش عمرك بنقص سنه على اسم. لا جد طيب هون مش عم بسالك قديش عمرك. انه ولدان سنه كذا لسنه كذا بقيم السنه هاي. لا انا متهيألي 26 قلبي لهفله يا اخي. طيب وعلى حسابات هيك يا سيدي. اوكي اوكي شو تفضل كان معك كان ورزقنا على رب العالمين. شو 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 بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ 125,000 ما رح تاخذوا 125,000. كان معكم 125,000 ريحني صاروا 250,000. هلكنا 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 هلكنا. هذا باسمي. هذا باسمي؟ انا بدي وزع. طيب ان شاء الله. هيدا الشيك ب 250,000 ريال عن استحقاق وجدارة
بفضل اخونا ثائر. كان خسركم ثائر. ايه حبيبي، هذا شاكر قصتنا. ايه والله سقورة. ثانك يو. صار معكم 250 الف ريال. رح نتوقف كمان مرة للإعلان ومنتابع سوا. خليكم معنا. صرنا بالاسم الخامس والأخير من هالحلقة الخاصة من برنامج من سيربح المليون. معنا الأستاذ وليد لحام ومدامته الست هالة بيطار، عم بيشاركوا بالمسابقة. وصل ربحهم إلى الآن ل 250 ألف ريال. بعد في عندهم سؤالين للمليون. السؤال الرابع عشر بنص مليون ريال. شو شعورك أستاذ وليد؟ بوقف قلبي أنا. وأنا كمان بوقف قلبي. بس لازم احمل يعني اكمش اعصابي، لانه اذا وقف قلبه مين بده ياخذها على المستشفى؟ انا لازم ضل متماسك. نعم متماسك. نعم. سلامتك. فاذا بنشوف السؤال الرابع عشر. ما عدد السلاطين دولة المماليك؟ 43 سلطانا، 48 سلطانا، 53 سلطانا، 57 سلطانا. أحوانت الدراسة اللي درست تاريخ. صحيح درست تاريخ. فيك تعدن إذا بدك. سلاطعين. سلاطعين دولة المماليك. سلاطعين. لك والله. ما بقى في عندك ولا خيارات. طبعا عندكم 250 ألف ريال معكم. سؤال مش سهل. دقيق. أنا متذكر شيء. شوف عادة الواحد بهيك شغلة بيرمي رمية، شو مثلا الرقم ممكن يعني له شيء كمان. نعم. مثلا لا دوريت، بس ممكن نرجع ل 32 لسه ما قلنا له جواب. لا تقول له شيء، لا تقول له شيء، لسه ما قلنا. خبيها مش هنعطيها بنوب خلاص. ايه لا ما تقول له شيء ويطلع غلط. هلا والله انا ماني متذكره ولا ممكن تتركيني اتصرف. يلا الواحد طلع صوتك علي. اسف حبيبتي، اسف ارجوكي. طب خليني عم فكر كمان. فكري هلا. قلتي انا اولياء الدراسه تبع نسيت تاريخ المماليك، سلاطعين المماليك تبع المماليك. بنقي هيك صدفه رقم بيكون عزيز على قلبه. انا اكيد رح نقي هون 43 لانه هو سنه تولدها. ولادتك؟ ايه ما بدها تقول عمرها ايه هلا. لا 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 بنقيه يعني بنقيه هيك يعني كلام. انا ما بعرف كم عدد المماليك. هن المماليك ما بيعرفوا كم عدد سلاطين ولا اعرف انا. هلا سال اي مملوكي قال له قديش عدد سلاطين كون، حيقول لك ما بعرف، ما بتذكر او ما بيريد يتذكر. يعني انت اذا بدك تختار بتختار 43. اذا بدي اختار بس اكيد ما حجازف. خلص ثبت. طيب يعني لقلك ليش استاذ جورج، لانه في بعض الاسئله اللي غيرها في معطيات الواحد بيقدر يناقش يقارن يقول هي بتصير هي ما بتصير. هون ولي كله بيصير ارقام. كان الواحد عم يلعب على. طيب صارت اقمار هيك. لا غلط، نحن ما هذا البرنامج لا علاقه له بالقمار، ما بدنا اياكم تامروا ابدا. هو هيك. ايه بقى شو بتعتمد شو بتقرروا؟ انسحب. تشاورتما؟ ايه قرار بالتفاهم بين بعضكم نهائي؟ جواب نهائي. جواب نهائي. يقول لك لانه يعني هي المصاري مش لنا. صحيح. هي الجمعيات. هي الاجدر انه ما تجازفوا فيهم. لا حرام. الاجدر انه ما تجازفوا فيهم. نحن على كل حال ما بنلومكم بنهنيكم. بدي اطلب منكم تحيه كبيره للاستاذ دوريد ومدامته. استاذ دوريد وست هاله بنتشكركم. بالعكس بنتشكركم، انتم نورتوا هالبرنامج وانتم ضيوف اعزاء واحباء. مبروك عليكم 250 الف ريال. كنت الاستاذ دوريد بتحب الرقم 43 وفضحتها للست هاله وقلت انها خلقت سنه 43. بقى انا كنت معتقد مدري عمري 43. كنت معتقد ب 48 خلقاني. كنت معتقد ب 48. لا مو باين علي. طيب يا ريتك نقيت 48. خلينا نشوف شو الجواب الصح. 48 ما بنقيه اكيد. الو انه
هو صح. 42 هو الجواب الصح. هو ما على كل حال 250 ألف قلت لي ذكرني بالجمعيات. لقلك يعني أنا قلت لك إنه الواحد هيك ما بيعرف ينقي رقم يعني له شيء بيعني له شيء، أكيد ما بنقي 48 وإن كان صح لأنه هو سنة النكسة وسنة النكسة تبع نعم. فما بنقي أكيد لو بده يكون صح ما نقي. نعم هو هو رقم مشؤوم. وعلى كل حال بحب أقول جد بحب أقول للإم بي سي كل عام أنتم بخير، وبحب أقول لهم باسم الناس اللي رايحت لهم هالمصاري كتير شكرا لهم، وحيجبروا بخاطر ناس كتير الله يجبر بخاطرهم خاطر الإم بي سي. ما في شك ما في شك شكرا ما في شك. شكرا جزيلا أستاذ دريد. شكرا اللي ذكرك فيها جمعية الشهيد في لبنان، ثلاث أتلات واحدة لمؤسسة الشهيد لبنان، واحدة للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة بسوريا، والثالث لجمعية أصدقاء الأطفال، جمعية قيد التأسيس، وأنا ومرتي من المؤسسين فيها. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. كل التوفيق. كثير شكرا. رح نقيم منهم بس 10 ريالات مشان نشتري فيهم شمعة نشعلها للإم بي سي بمناسبة عيد ميلاد العاشر. بس تعرف بدي أحكي لك سيرة أول. شو هي؟ صغيرة. يعني بتحكي لي على الوقف ولا بقعد؟ لا عود طويلة هيك ها؟ اسمحوا لنا شوي لنشوف هيك. نعم. كان بزمانه طبعا الحمد لله لسوريا بتتمتع باستقرار كتير طيب ايام الانقلابات، اول انقلاب عمله حسني الزعيم. نعم. وقتها في كان كتير هذا درس في التاريخ هلا؟ ها؟ درس في نهاية البرنامج درس في التاريخ. سألتونا على السؤال عن هذه الانقلابات. نعم. بقى كان في كتير معارضة من جملتهم. أنا فكرتكم نسيتوا بسوريا الانقلابات يعني بعد طبعا جد نسيناها الحمد لله رب العالمين. هي بالخمسينات. نعم. تنزل في نهاية. طبعا طبعا أعوذ بالله ما بيقول لك كان اللي بفيق بكير بيحتل الإذاعة بيحكم البلد. الحمد لله هلا في استقرار ربي أنعم علينا فيه. المهم هذا الأول انقلاب بحياة سوريا صار حسني الزعيم عمله. في سياسي اسمه أحمد قنبر الله يرحمه، قنبر من حلب، كان معارض لهذه المسألة. وصلوا لحسني الزعيم وهو عسكري أنه هذا عم بيعارض وعم بيسب إلى آخره. بعد جابوا من حلب، هو ساكن بحلب، جابوا بسيارة جيب مقرقعة من حلب خضر طرقات ما كانت منيحة بعد ايوه طرقات ما فيها زفت الى اخره فجابوا اول ما وصل بالليل استقبلوا حسني الزعيم بالقصر شتموا دقيقتين وقالوا رجعوا لحلب. بتعرف شو قال له شتموا كيف؟ ما بينحكوا ما بينحكوا ما بينحكوا ايه يعني بلا ما اخذ شيء مثل ما بيقولوا من هون وبالنازل ورجعوا قالوا رجعوا لحلب بس هيك قال له هلا يعني انا رجال كبير بالعمر جبتني 800 كيلو متر بهالليل بهيك سياره بس مشان تقول لي الشتيمتين اللي ياهن على التليفون. قال له لا وش لوش احلى بتشفى اكثر وش لوش. فانت كمان نتعتنا مشوار من الشام لباريس تتشفى فينا بهالوقت كلياته. على كل حال كتر خيرك على التشفى اللي منيحه كانت ممتازه الحمد طيب. لله طلعنا ونحن بدنا نتشفى فيك بدون ما نسفرك هون على القاعد. على قاعد؟ معك عندك مانع يعني؟ يعني شو بدك تشتمني؟ لا سلامتك من الشتيمة. بتعمل حسني الزعيم يعني؟ لا بدي اتشفى بس مش مثله. كيف؟ هلا ممكن تتركينا شوي اجتماع مغلق. ليه؟ تفضلي خليني قاعدة. ماشي الله خليك بدي اشوف خدي الشك وفركيها. تفضلي. وين مسيو كارل؟ مسيو كارل؟ شو القصة هيدي؟ شو عم بيعمل فينا اليوم؟ لحظة شوي. مسيو كارل. شو دو هذا؟ كومون سافا؟ سافا تخي بيان. سافا بيان. ما في كارل المنطولي هون بهالاستوديو كلكم هيك؟ سيل فو بلي سا لابا. ميرسي. سا ايسي وي. مسيو جورج ايسي جو سوي لابا. جورج وي. مش لعلمي بتحكي فرنساوي. وي ناتوريلمون. شو بدك تعدي هون؟ سيل فو بلي. تفضل. سيل فو بلي. سيل فو بلي. ايسي. هذا ما سفرتك من حلب للشام ولا من باريس من الشام لباريس من كرسي لكرسي بدك تتشفى فيي بدنا نتشفى الحمد لله طيب ليه يا اهلا وسهلا تحيه للاستاذ جورج كرتاحي والله مريحه هالكرسي ايه
مثل ما بيقولوا انه ذكرتني هلا انا بدي اسالك جد والله العظيم انتم بتعملوا هالاشياء حتى تلعبوا باعصابنا. هلا انت مرتاح هلا رجلي وصلانين تفضل ها تفضل صوروا لنا لقطه عامه شوف شلون وصلانين ني كان عم يلقوا الملك انا كيف فهمت عم يلقوا باعتبار انه اكيد انك مرتاح بهالكرسي. يا اهلا وسهلا فيك انت ومين جيت؟ مين اجى معك بقصد؟ جيت مع خالتي والله. خالتك وين موجوده خالتك هلا؟ موجوده بين الجمهور. بتحب تعرف اسمها؟ لا يعني بتعرفها سلوى سويد؟ سلوى سويد خالتك سلوى سويد ما شاء الله ما شاء الله نعم ما شاء الله عم بقول هالظرف واللطف لسلوى سويد على خالتي طالع الاستاذ جورج قرداحي بنحب نعرفكم عليه مذيع ما في داعي لشو لا 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 مذيع متمكن وناجح جدا ونحن بنحبه كثير وكل الناس يمكن بتحبه معنا هيدي دعايه استاذ لا والله مش دعايه لا بشرفي يعني ما بدهم يعرفوا مين الضيف هذا ما على التشفي هذا ما بدهم يعرفوا مين الضيف طيب. هو مذيع طيب. متألق ومن أهم هواياته عفوا هو بيقول إنه مو متزوج مشان المعجبات لكن عمليا هو متزوج وعنده بس تصحيح بس وعنده ثلاث هلا ايه؟ دوري بالحكي ايه؟ أنت لما حكيت ما قطعتك عفوا طيب تفضل أرجوك يعني تفضل نعم أنا ما قطعتك خلص شوفتني وعنده ثلاث اولاد بقى لحد يسن اسنانه ومن اهم هواياته حب الاستماع للموسيقى وحب مشاهده برامج دريد لحام نعم شكرا سيد جورج اهلا وسهلا فيك ونبدا معك رحله حتى هيك ما عم يوصلوا له نبدا معك رحله جديده للمليون انت نعم. بتعرف عندك فكره عن المسابقه عندك 15 سؤال للمليون اول خامس سؤال تربح ألف ما بتعود تخسرن عشر سؤال 32 ألف ما بتعود تخسرن فيك تنسحب إمتى ما حبيت عندك ثلاث وسائل لمساعدة حذف إجابتين باون اتصال بصديق باون استعانة بالجمهور باون جاهز ببلش أنا جاهز أنت جاهز للمليون جاهز للمليون؟ نعم عمسؤوليتك؟ عمسؤوليتي عمسؤوليتي طيب بمعنى السؤال الأول نعم تربح فيه 100 ريال إذا جبت نعم. عليه بمعنى خزانة ملابس فما هو؟ اسطر لاب منضضة منطاد دولاب نحن انتم بسوريا ولبنان بيقولوا دولاب يعني دولاب السياره مش هيك؟ نعم صحيح صحيح بس بمعنى خزانه ملابس في مطارح بيقولوا دولاب هو الخزانه ما هيك؟ وبيقولوا استرلاب لا استرلاب ما له علاقه بالخزانه بيقولوا فتح خزانته واسترلب الجاكيت استرلب الجاكيت يعني اخذه من الاسترلاب من الخزانه معروفه هي كثير ما تقول لي كمان منطد كمان المنطاد كمان لا ممكن يكون منضده منضده كمان جاي من التنضيد نعم انه نضض ملابسه نعم. يعني رتب نعم. تنضيد فممكن تكون منضض للتنضيد طيب انا بعتقد انه ما زال حيرتني هالقد بدي استعين بالجمهور راسا من اول سؤال من اول سؤال طيب ممكن الجمهور حضروا حالكم اذا بتريدوا الاستاذ جورج عم يواجه سؤال صعب بمعنى خزانة ملابس فما هو واحد استرلاب اثنين منضدة ثلاثة منطاط أربعة دولاب رجاء اختاروا هلأ هلأ بدي أشوف مين راح يصدقوا راح يصدقوك ولا راح يصدقوني هلو يطلع معهم تبع الانتخابات والله حفيها في استرلاب وفي دولاب في 31% عطوك في 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 31% للاسترلاب 59% للدولاب منطاد ومنضده لا منطاد اكيد لا انا بقول لك بدي اعاونك خلص وهي بدي ساعدك انا ممنونك منطاد لا انا ممنونك شو بتختار؟ لا بختار بمشي مع الجمهور جمهور ممتاز اعطاني 59% للرقم 4 الدولاب فانا بمشي مع الجمهور جواب نهائي
انا بدي اسالك جواب نهائي لا تخزي، انت بدك تقرر رياضيا انه جواب نهائي بس جواب نهائي ما راح اقول لك دولار بطلت جواب نهائي حردت ما بدي وصار معك 100 ريال شوف السؤال الثاني ماذا تسمى البنايات العالية؟ ما بقى تسكن ببنايات أو لازم عالية. أنا بنصحك ما تسكن ببنايات عالية ناطحات سراب ناطحات سحاب ناطحات قرون ناطحات نجوم لا هذا صعب السؤال جدا هذا سؤال 200 ريال أنا لح أحاول عم تصعب لي الأسئلة لا حاول سهل لك إياها لا لك حاول ساعدك أنت عمرك ما ساعدت حدا أنا رح ساعدك إيه؟ شوف لك إذا حطيت أنت بتقعد وبتصفن هيك عادة وبتزوره للواحد هلا إذا أنا صفنت فيك وحط هيك يعني رقم واحد هيك يعني رقم اثنين هيك يعني رقم ثلاثة إذا إيدي كلها يعني رقم أربعة منيح هيك هلا شو رح تقلي هلا هلا ما كاية فيك حخلي إيدي تحت طيب يلا ناطحات سحاب ناطحات سحاب خلص رقم اثنين جواب نهائي ما رح اتراجع بقى جواب نهائي جواب نهائي خلص لا تخوفني الله يرضى عليك يعني عم يلي قلته على فكرة الجواب اللي قلته اطلاقا صح مو غلط حلو هيدي منيح تعلمناها وصار هي بستعين فيها بستعين فيها صار معك 200 ريال طيب صار معي 300 ريال صار معي 200 ريال السؤال الثالث ب 300 ريال هلا انا اللي بحكي مش انت انت بتحكي تفضل انا اللي عم عفوا اخذ كسر انا السؤال السؤال الثالث ب 300 ريال نعم فيني هو المفروض ما يطلعوا لك يا اكل ايه الدهرو شو هاي؟ غير أكله يعني كمان فوق أكل الدهر عليه, عليه وشرب نعم نعم هي جملة تصف شيئا ما هو يعني هذا الشيء الذي تصفه هذه الجملة قديما حديثا معاصرا جديدا فيني وقف على 200 ريال أنا بس لحتى تعرف إنه ما بدك يعني أنت عمرك ما ساعدت حدا أنا عم ساعد هلأ فهمت هلأ فهمت لحتى تعرف رقم واحد طيب رقم واحد شكرا أستاذ زوريت رقم واحد هلأ بعطيك نصهم هودي رقم واحد جواب نهائي جواب نهائي خلاص كان ممكن يكون معك 500 ريال بعد الجواب الرابع أيوة. بس هلا صاروا 300 ريال نعم بعد الجواب الثاني شكرا شكرا استاذ زريد اهلا وسهلا فيك لا ما تطول بالك لا كل دفعه بدفعتها لا 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 روق كفي هلا روق سؤال الرابع الخامس الرابع نعم ب 500 ريال كم صفر هي بدك تجاوبني عليه بسرعه بس هات لشوف كم صفرا خمسه خلص شفت يلا جواب صح 500 ريال شو شفت؟ 500 ألف نصف المليون 500 ألف خمس أصفار معناتها اللي ما شايفه أنت عندك؟ مزبوط طالع عندك أنا طب معقول هذا السؤال تحطوا لنا يا جماعة هذا مؤامرة مع جورج قرداحي مع ذلك لازم أسألك كم صفرا في نصف مليون ثلاث أصفار أربع أصفار خمس أصفار ست أصفار لا إذا صار إذا قلنا ستة بصيروا مليون بقى النص مليون خمس أصفار إذا نصين مليون لازم أكون جدي أنا وخايف وإذا إذا نص مليون خمس أصفار وإذا نصين إذا نصين مليون فرض نصين مليون أربع أصفار نصين مليون أربع أصفار 250 مثل ما قبضت هلا قبل شوي يلا يا رجل بدنا ناخذ مليون خلص الوقت تفضل خمس اصفار خمس اصفار جواب نهائي خمسه اصفار جواب نهائي لانه في ناس بيعتقدوا شعلوا لنا البرد بالنحو
بقى جواب نهائي خمسة أصفار. خمسة أصفار، خمسة أصفار، لأنه صفر مذكر. صح جوابك كان ممكن ما يكون صح لو قلت غير خمس أصفار. صح لو قلت غير خمس أصفار. نعم. كان جوابك ممكن. نعم. يكون صح. نعم. وصار معك 500 ريال وبرافو عليك. 500 ريال شكرا. السؤال الخامس واللي هو ممكن يعطيك 1000 ريال إذا كان قدرت تجاوب عليه، ولا تنسى أنه معك لسه وسيلتين مساعدة اللي هي حذف إجابتين واتصال بصديق. ما هو الرضاب؟ رضابها للحمية والتفاحي. ولو استاذنا انت شو هو؟ رضابها للحمية. نعم. والخد للتفاحي. نعم. لمين الشاعر ده؟ أبظن لفهد بلان. لا الله يرحمه رحمة الله عليه. ايه ما هو ما هو الرضاب؟ الزيت؟ لا مو الزيت. اللي بعدها الحليب؟ لا الريق. نعم كلام الغزل. صار معنا 1000 ريال. طيب قصدك تقول يا الزيت يا الحليب؟ لا والله بلا لا والله شايف عيونك عم راح. لا لا تأولني شيء ما قلته. أنا بقول الريق. الريق الريق الريق. فيني أقول جواب نهائي؟ جواب نهائي. نعم. جوابك صح رقم 3. شكرا. وصار معك الخيام أطفئ لظى القلب بشهد الرضاب. نعم بتغني يا سيدي أم كلثوم. السؤال السادس بيعطيك 2000 ريال. هلا خل 1000 ريال ما بقى تخسرون خلص. وفيني يكتب لك شيك ب 1000 ريال. لا خلي 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 شرف خلي خلي يعني فرض ما ربحت غيره أنا برأيي لا تاخذه لأنه مو محرز حرام. ليه؟ هلا السؤال السادس ب 2000 ريال. متى أسس هنري دونان منظمة الصليب الأحمر في جنيف؟ 1860 1861 1862 1863. وفيك بين واحدة وواحدة تعلت مثلا 1860 ونص مثلا 61 ونص ممكن. بدي أقول أنه 1000 ريال يعني ما بخسرهم هودي. بتجازف؟ مش جازف مجبور جاوب يعني بس ما في عندي وسيلتين مساعدة. رح أطلب من الكمبيوتر يحذف لي إجابتين. نحذف له لجورج إرضيح. أنا اللي بقول نحذف له. لا طول بالك يا أخي. على رأسي. نطلب من الكمبيوتر يحذف له لجورج قرداحي إجابتين. طيب نيه أعطاك رينج كبير. أعطاني رينج. بعد في عندي وسيلة مساعدة وحدة عم تشفى فيه ما هيك؟ بس حتى عم تتشفى فيه. خليك تشعر انه طب خليني 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 انا اتشفى مره. طبعا مبسوطين ومرتاحين وعم يربحوا والله يهنيهم بس كمان انت عم تحرق لهم اعصابهم. بس هني مبسوطين. ما كنت مبسوط انا عم بحرق لك اعصابك لما صار معك 250000 ريال. بلا بلا يشهد بالله مبسوط. انا شفت الست هلا كانت كثير مبسوطه. اللي رايحه لها المصاري حتكون مبسوطه كثير. طيب تفضل. طيب انا هلا أنا بشك بال 1863. أنا بعت الجواب الصح هو 1863 ولكن بعد عندي وسيلة مساعدة بدي أعتبر أنه هيدا سؤال المليون واستخدم هالوسيلة. يعني إذا عندي الاتصال بصديق كويس بس ما هنعطيك مليون نعطيك 2000. معلش أنا بدي أعتبره سؤال المليون. حالك يا مو أنت بتسعر السؤال يا أخي. لا لا مش أنا. لا أنت عم تسعر بس هيك أنه سعرت. نظرا لصعوبة هذا السؤال أنا بعتبره هذا سؤال المليون. تفضل. مين الصديق اللي تتصل فيه؟ اللي ورطني. الصديق اللي ورطني. مين؟ بدي اتصل. حزار بمين؟ بيه؟ حزار بمين؟ ما بعرف. بالشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجلس إدارة محطة الام بي سي اليوم بعيد العاشر بدي اتصل فيه. اتصلوا لنا بهذا الصديق الطيب. الو
الو مرحبا. الو مرحبا صدري. هلا عيوني، كيفك يا شيخ؟ اهلا وسهلا فيك. الله يخليك الهي حبيبنا. حتى ما نطول عليك، نحن هون في برنامج من سيربح البليون المليون بالوكالة، في معنى صديقك وصديقنا كلنا جورج قرداحي عم يواجه سؤال صعب وبده مساعدتك. الحين شلون جورج هو اللي بيواجه السؤال الصعب استدريد؟ انا على علمي انه انت اللي المتسابق. والله يا حبيبنا عملنا انقلاب واستلمت الموضوع انا. انا استلمت هلا خلاص. طيب استدريد، ايه عم يواجه سؤال صعب وبده مساعدتك لحتى يقدر يكسب معنا 2000 ريال. معكم فقط 30 ثانية من وقت اللي بيبتدي الأستاذ جورج الكلام. تفضل جورج. عمهلك لا لحظة رجعوا لنا. لا خلاص مشي. شيخ وليد مساء الخير. مرحبا جورج، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله عبال 100 سنة الام بي سي. راحت عليك فلا. الله يسلمك. بعد في معنا 19 ثانية. لا بوجودك. سؤال المليون، متى أسس هنري دونان منظمة الصليب الأحمر؟ 61 أو 1863؟ حرام عليك، هذا سؤال مليون. هذا سؤال المليون أبو خالد، ورطوني فيه. كفي بعد معنا وقت. أنا وقت شو عم تحكي أنت؟ يا أخي شو قصدك؟ ما جاوب الزلمة. شو عم تحكي؟ حتى الألف بدك ترجع لا رجع اتصل فيه مرة ثانية. شو قصدك؟ رجع اتصل فيه مرة ثانية. صحيح. هو أكيد الشيخ وليد بيعرف الجواب. ما لحق بعدني عم بسأله. ايه لا بجوز. ايه هو ما هو هو يعني ما رح ترضى. هو بيعرف. ما رح ترضى. انا خسرت. بده هو بيعرف. ما خسرت بعد ما جاوبت انا. بس ما بده يخسر المحطة مليون كمان. طبعا في وجهة نظر. بس ما حكي وانت ربحت 250 بجوز يسرحوك اليوم على شو بدك مني؟ أنا جواب؟ انا برايي بدك مني جواب. معلوم بدك تنقي. طيب شوف قلبك لايش بيلهو. يعني انا حسيت الشيخ وليد بده يقول لي 1863. حسيت. عرفت كيف؟ شلون حسيت هيك بعد ما سكر السماعه؟ حسيت الاحساس. شو الحس؟ لا قبل ما يسكر يعني كنت انا عم بحكي وعم عندي شعور انه بده يقول لي 1863. اذا عندك شعور بده يقول هيك ليش سالته بالاصل؟ ما بس سمعت صوته عرفت، ما كنت عارف قبل. تسمح لي أقول 1863؟ 1863؟ نعم. طب قول 1861. لازم معلوم، لازم تقول شيء تخسر. أنا برأيي 1861 منيحة. منيحة؟ بخسر يعني؟ ممتازة. بخسر يعني؟ إن شاء الله. طيب قول عني هلأ. يلا قول عني. تعال ناخذها بالنص. 1000 ريال. انت قول رقم وانا قول رقم نتقاسم ل 2000 ريال. طيب انا مصر على 1863. 63 حتى لو كان غلط. جواب نهائي. ما بتخاف تخسر ال 1000 ريال؟ لا ما بخسرهم بقى. فيك تنسحب إذا بدك. خلص ما بخسرهم. 1000 ريال مضمونين. يا بيصيروا 2000. مزبوط. يا بياخد 1000 وتتكل ونقدي بكتف عليها هون. برافو عليك استاذ جورج، كان معك 1000 ريال وبعدهم 1000 ريال وخسرت 1861. نصحتك قلت لك هالصعبة. آسف انتهى الوقت. تحية كبيرة للأستاذ جورج اللي كان بتريده. دوريت قرداحي يحييكم من برنامج من سيربح المليون، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. لا لا هي علي خلي علي. انتقلت لبرنامج عن مسؤوليتي. صرنا دوريت قرداحي وجورج لحاب. جورج قرداحي بحييكم من برنامج من سيربح المليون للإم بي سي. كل عام وأنتم بخير عقبال المليون. بهمني مجلس إدارة، موظفين الام بي سي، جميع المشاهدين. مع من سيربح مليون إلى اللقاء. في عندكم اتصال بصديق بعد؟ بعمل اتصال بصديق. من هو الصديق؟
ابني ثائر. ابنك؟ ثائر. ثائر؟ نعم. اهلا. وثائر شو دراسته؟ شو خلفيته؟ دراسته المشكلة دراسته علمية. علمية؟ علمية. بس هيدا موضوع بيتعلق بتاريخ سوريا يعني. ان شاء الله الاب ما كان يعرف السؤال، بركي الابن بيعرفه. ان شاء الله. الو. ايوه. الو مساء الخير. اهلا. الاستاذ سائر، انا جورج ارداحي من برنامج من سيربح المليون ام بي سي. اهلا استاذ جورج. اهلا فيك، كيف الاحوال؟ عادي خير الحمد لله. كيفك؟ اخي ثائر، في معنى الوالد عم بيشارك بالمسابقه هو والست هاله، وعم بيواجه سؤال صعب قيمته 250,000 ريال. يا لطيف. نعم يا لطيف. يا لطيف. وصلنا مستعد تساعده ولا شو؟ بكل سرور. بكل سرور. فاذا معكم 30 ثانية. لا قبل ما 30 ثانية. نعم. هلا بدي اضيع الوقت على التلي. هو كله 30 ثانية واربع بدنا نحكيهم. فبدا مش هلا بدنا كيفك بابا وما كيفك. لا ما تقول له كيفك. لا انت قل له بابا منيح. ايه؟ وماما منيحه. ايه؟ ومتوفقين. خلص سائر ولا تحكي. سامعك هو البابا منيح والماما منيحه ومتوفقين وصار معهم 125,000 ريال. ايه؟ وهلا بدهم منك السؤال تبع ال 250,000 ريال. بس يبدا البابا بالكلام. تفضل استاذ زورين. كم سنه دام الانتداب الفرنسي على سوريا؟ 24 سنة، 25، 26، 27. إن الانتداب ابتدأ من سنة 24 يمكن وانتهى بال46، فبتصور لازم يكون الرقم الأصغر 24. أظن هيك. بتصور الرقم الأصغر لازم يكون هو الصح أكثر. متأكد؟ والله لا ما ممكن يكون متأكد أكيد، لكن بتذكر إنه خلص الوقت. خلص الوقت. شو رأيك؟ مو متأكد. لا مو متأكد. أنا بقول مش متأكد. 24. 46 مزبوط. خلاص 46. إيه إيه. على الحالة كل الأرقام غلط إذا مثل ما قال ساي. لا وبقولك بقى يعني إنه مو متأكد. درسناه بأمريكا ومو متأكد. أنا بعرف. كنا درسنا من نابيبيا أرخص لنا كان. ما عارفة عن السؤال. من احنا علمناه بأمريكا 4-5 سنين. بس ليه ما علمته؟ صرفنا ليه ما علمته؟ أمتى بدأ الانتداب الفرنسي على سوريا؟ مشان الحشرة. عرفنا أمتى انتهى بس ليه ما علمته؟ أمتى بدأ؟ مشان هيك حشرة. هذا الحق يعني عليك. برأيه هو 24 سنة. رقم واحد. رقم أصغر برأيه. خليها مثل ما كان. لشو اتصلنا فيه لك؟ نحن ما أنا متأكدين. أنا عم أقول بين 24 و 25 يعني بحذف 26 27 خليها بال 24 بضل 3. باعتبار نحن اثنين فينا نجاوب جوابين. جواب لي جواب إلا. شو جوابك أنت؟ يعني إذا بال 24 وقتها معركة ميسلون. إيه موقعت ميسلون. 24 24 خليها بالأصغر. انت بتقول 24. ستالة. انا ما بقدر يعني خالفه. خليني بال 24 كثير انا ادمي. لا شو لا لا انا بعرف 25. انا احساسي شو بس ماني متاكده. لازم نعمل مزاد. قالت 25. شو بتقول يعني؟ قلت 24. طيب مزاد هي بس 26. أنت شو بتقول؟ شو بتقولوا شباب؟ لا لا ممنوع. ما بصير. لا لا لا. عتمة أصلاً مو شايفهم. ما شايفين وشهم. ما أنا يا دوب شايفك إلا عتمة هونيك. الله يخليك مش بين أنا. شايفك بقلبي. شو لازم أعمل تصير شايفني؟ أنت يعني برأيك قديش كم سنة؟ برأيك؟ أنا برأيي 24 مش صح. شبهها؟ مش صح. معناتها أنا مظبوطة؟ معناتها أنا عم أقول 25؟ تجي ننسحب؟ 26. طلعت معك هيك يعني ولا استرجعت التاريخ ورجعت لل 1920؟ استرجعت شوي. لا خلينا على هاد.
ما بدنا هالسؤال. طيب مو قلنا المصاري يا عمي. لك يا حبيبي صحلنا ما بدنا نقدر نعطيهم. صحلنا خايفين نرجع على 32. لا تشخشبيله افكاره. قال 26 الزلمه وخليه يفكر، خليه يطمن ويطمن حاله ويتاكد مزبوط. ريح ريح ريح، خليه يرجع بالتاريخ. كان خلقان وقتها طبعا. ما كنت خلقان 26؟ لا لا ما كنت خلقان ولا انا ما كنا خلقانين. صحيح منين جبتوا لنا هالسؤال؟ فعلا ما كنا خلقانين. ما كنت خلقان 26؟ لا ما كنا خلقانين. طيب هو قال سائل انه انتهى سنة ال 46 طبعا، وانت موافق انه انتهى وانا موافق معك 46. صحيح. طيب بالست ال 20 ما كنت خلقت؟ ها ما كنت خلقت؟ شو بقى؟ لا بال 20 لا انت اصغر من يعني 26. نعم 26. جواب نهائي؟ ما حكيت ميسلو 1916. معركة هي متعلقة بمسألة معركة ميسلو على التاريخ. صارت معركة ميسلو زدنا لها 26 بصير 46. إذا زدنا لها 26 بتصير 46. هو فعلا طلعوا ب 46 وقت ما قصف دمشق ال 45. أنت ما كنتي خلقانة؟ شو عم بحكي أنا؟ شو لك علاقة بكل السؤال أصلا؟ لا مشان هيك ما كنتي خلقانة. أنا أتذكر قصفوا دمشق وقصفوا البرلمان وب 46 طلعوا مثلهم بال قنعتها؟ اقتنعتي؟ ب 26. جواب نهائي يعني؟ يا عمي طيب انت لمح لنا تلميحه اذا مو بقلبك بعينك. على 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 قلت اذا كان قلبك ما يصرح لازم عينك توميلي. ما فهمت بعد من عيوني؟ والله العظيم اللي فهمته من عيونك انه اكثر عينتين بيحيروا بالعالم. ايه بالعالم كله. ال 26 ايه 26 ان شاء الله نهائي. رح يذبحني ها؟ ايه ايه لك عم بيطلع. قلنا لك ما زيد علني، وصلت على 26 ووقفت. بعد في 27، ليه ما قلت 27؟ أنا عم بحاول أتذكر مسائل أربطها ببعض. طيب. هلا عم بتذكر مسائل أربطها ببعض، يعني طيب إذا كانوا إذا بدأ الاحتلال الانتداب الفرنسي 1920 وعدهم عصبياك شو بيطلعوا؟ بيطلعوا 26 سنة بيطلعوا 26. لا 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 26 مع ال 20 قد ال 20 1946 وقد ال 46 ايه بصيروا 27 سنة يا سيدي. لا لا ما كان 1920 ايه 26 1946 لأنه هي المسألة ما بين رحلوا ب 46 وبين معركة ميسلون. طيب بس هن بدأ الانتداب بأول ال 20 كويس ورحلوا بآخر ال 46. شوف هاي الحسابات بحسبها الواحد امتى خلق. هلا انا برجع دائما بيسالوا لي قديش عمرك بنقص سنه على اسم. لا جد طيب هون مش عم اسالك قديش عمرك. انه ولدان سنه كذا لسنه كذا بقيم السنه هاي. لا انا متهيألي 26 قلبي لهفله يا اخي. طيب وعلى حسابات هيك يا سيدي. اوكي اوكي شو تفضل كان معك خليه معك كان ورزقنا على رب العالمين. شو 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 بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ 125,000 ما رح تاخذوا 125,000. كان معكم 125,000 ريحني صاروا 250,000. هلكنا 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 هلكنا. هذا باسمي. هذا باسمي؟ انا بدي وزع. طيب ان شاء الله. هيدا الشيك ب 250,000 ريال عن استحقاق وجدارة بفضل أخونا ثائر. كان خسركم ثائر. إيه حبيبي هذا الشيك اللي قصدنا. إيه والله سقورة. Thank you. صار معكم 250,000 ريال. رح نتوقف كمان مرة للإعلان ومنتابع سوا. خليكم معنا. صرنا بالاسم الخامس والأخير من هالحلقة الخاصة من برنامج من سيربح المليون. معنا
الاستاذ دوري ضحام ومدامته الست هاله بيطار عم بيشاركوا بالمسابقه، وصل ربحهم الى الان ل 250,000 ريال. بعد في عندهم سؤالين اكيد دوريد، والله عرفتها قبل ما يقوم. ما تزعلي بيقوم بيمشي. انا ما عم طلع بالجمهور مشان اخذ جواب جد، والله عم طلع بس معقول هذا يعني راسا. رقم واحد لا اكيد ما بصير. بعدين حبيبتي الدعوه اجت الي اجا مكتوب السيد دوريد لحام وزوجته، بس انكتب اسمي. ما قالوا هلا بيطار وزوجها. بس انكتب اسمي خلاص بدي اشترك، ما انا دائما بشوفه. طيب لايقه معها لست هلا هيك معها حق بالزمان. بالزمان كانت بدها تخلعك. خبرينا صحيح، خبرينا قصه الخلع هذه، كيف قصه الخلع؟ لا والله هي طلعت قاعد، بس انا عمري حدا بيخلع قلبه. والله عم نظبطها هلا، عم نصلحها هلا. لا هو بس ما بعرف هي فعلا جازفت مجازفه يعني، فرضي وافقت. قال بعثت لك الشرطي على البيت حامل لك ال عملتها ساعة الجنان. والله هي بسموها الخلع، ما هي الخلع. انت تخلعني بدك ايه. فاستغربت يعني كيف المقامره، فرضي انا بلحظه جنان وافقت مثلا. الحمد لله. لا بعرفك عائل حبيبي، بس انا بعرفك تاخذ بالك ما بتجاوب بسرعه، بتروي عارف انك ما بتجاوب بسرعه. انا جنيت وما وافقت حبيبي. طيب هلا شو الجواب؟ قيلولي اكيد. قيلولي اكيد الجواب صح، صاروا 200 ريال. السؤال الثالث 300 ريال. متهيألي قيلولي صح. خلص صح، احذر لي صح لانه في غنيه ما بتعب راسك صح. ميل يا غزيل يا غزيل ميل، وايل لك ايولي هاي قيلولي. يعني حدا بيقول لحبيب تعا تسطح عنا مثلا. ما هو الرائي؟ الرائي الرائي المذياع، السينما، المرآة، التلفزيون. رقم 4 التلفزيون. لا تزعلينا الله يرضى عليكي. قالت هي جواب رقم 4. يلا جواب رقم 4 صح، صاروا 300 ريال. شكرا. يعني اذا على المعدل ما راح يطلع لهم شيء الجمعيات. طيب لا مو هيك يعني، اذا كان عم تقول لي اذا انت عم تقول يلا صح، طيب انا ليه جاي؟ صحيح صحيح، انت جاي مع الست هلا. لا طيب جاي احكي مو جاي مو يعني محرم انا هلا. طيب السؤال الرابع ب 500 ريال. يعمل في محطة ام بي سي، فمن هو؟ خالد بكداش، رؤوف دنكتاش، كان يعمل رؤوف دنكتاش، معتز الدمرداش، مدفع رشاش. معتز الدمرداش رقم 3 هي صحيحة، وهلا شفته وقابلته وقال لي انه هو بيعمل بالام بي سي، فهو غششنا. فإذا هو معتز الدمرداش راح بيكون معنا بعدين. معتز الدمرداش أعطاكم 500 ريال. شكرا لمعتزة. السؤال الخامس ب 1000 ريال. بس تعرف لوالي رقبتي قبل شوي الأستاذ معتز؟ ليه؟ اسم الله شو طول يا أخي غزي العين. ضليت ساعة عم بحكي معه وأنا عامل له هيك يعني. ولسه قدامي هبة العشرين. يا سيدي قال بيقول لك هون أكمل البيت التالي. عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرتني بما هو جارو عارو نارو كارو عارو رقم 2 بالاسم. ايه قولي هي قولي وانا بعرفها باعتبار لي اهتمامات موسيقيه. وبعرف انه بيغنيها الغزالي. وبس مين مؤلفها بتعرف؟ المستنجد بالله. الجواب صح، صاروا 1000 ريال. هلا ما بقى نخسر، ما بقى نخسر هلا. ثلاث وسائل مساعدة ما تنسون. السؤال السادس ب 2000 ريال. بنشوف السؤال. بتعرفي ليش عم يذكرنا فيهم؟ لأنه هلا بلش الحامل. إيه ما أنا مشان هيك كنت عم جاوب بالأول. هلا تركتي له أنت القسم الثاني. ماذا تفعل بالبابونج؟ تشويه بالفرن، تحشيه باللحم، تقليه بالزيت، تغليه وتشربه. رقم 4 روح انا. لا لا حبيبي يلا احكي. رقم 4 انا رايي رقم ما انا عارفها كمان. عارفها اوكي يلا اولى سمعي. كل ما يصير معي ضغط بتغلي لي بابونج. ما انا عارفها. اوكي طيب تفضل جاوب حضرتك هلا. يلا جاوب قمعة للست هلا. قمعة تغليه وتشربه. تغليه وتشربه.
جواب رقم 4. نعم. برافو حبيبي، برافو. جواب نهائي؟ نعم جواب نهائي ان شاء الله. بس ما عرفوا لحاله، انا قلت له. الجواب صح، صاروا 2000 ريال. بس لا عن جد عم بيصعبوا لكم الاسئله. عم بيصعبوا لكم. كتر خيرهم على الحاله. هلا بنشوف السؤال السابع، بس خلينا نتوقف لحظات مع الاعلان، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم من جديد بهالحلقه الخاصه من برنامج من سيربح المليون. في معنا الاستاذ دوريد لحام ومدامته الست هاله، عم بيشاركوا بالمسابقه، وصلوا ل 2000 ريال. فيكم تنسحبوا اذا بدكم هلا؟ لا لا بكير، لنشوف السؤال بكير. طيب في عندي حل، ممكن انا اخذ 2000 وانسحب وهي تكمل. حلك حلك كويس. لا لازم نسحبه سوا. طيب. ما فيك. السؤال السابع ب 4000 ريال، بعد في عندكم 3 وسائل مساعده ما استخدمتوا منها ولا شيء. بنشوف السؤال السابع. ماذا يسمى طرف الانف؟ الثعلبه، الدجاجه، الارنبه، القرده. طرف الأنف. بردت بردت أرنبة الأنف. أرنبة الأنف. إذا سألت سموها أرنبة، ما سموها جاجة مثلا؟ سموها ديك. ديك ال ديك ما بعرف. الأرنبة. رقم 3. شو بتقولوا؟ شو بتقول أستاذ دريد؟ إيش؟ ما فهمت. ما رقم 3. رقم 3. الأرنبة. متفقين؟ نعم. رقم 3. جواب نهائي ان شاء الله. نهائي الارنبي. ارنبي. انا بلشت اساله يعني ما بقدر. لا اكيد 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 الارنبي، لانه بيقولوا بردت ارنب الانف، ما بيقولوا بردت اردت انف. في اردت ادنه بس مو انفه، في الارنبي الانف. ارنبي. نعم. تعرف باعتبار كنت عارفها ولا ست هاله ردتك ساعدتك؟ اتفقنا مع بعض يعني الحمد لله. نحن ما الله ما يعني ما جمع الا وفق يعني. وسموها ارنبه باعتبار الانسان بيشم فيها يعني تيمنا بالارنب، لانه دائما بتلاقيه عم يعمل والله. هي مجاهده جد ولا الارنب دائما؟ هي مجاهده. ما كنت اعرفها انا هيدي. ولا انا ولا. شكرا على المعلومات. لا هي هلا شكرا على المعلومات. هي النتعه هلا طلعت معي. شكرا على المعلومات. الجواب صح، صاروا 4000 ريال. عم تعدون؟ إيه. بعد في عندكم 8 سؤالات للمليون، مش هيك؟ في معكم 4000 ريال، السؤال الثامن ب 8000 ريال. أي الكتب التالية هي من تأليف جبران خليل جبران؟ الأجنحة المتكسرة، الشبابيك المتكسرة، القلوب المتكسرة، الألواح المتكسرة. رقم 1. في الأجنحة المتكسرة بتهيألي طبعا. الست هلا قالت لك انه الأجنحة المتكسرة وقريته الكتاب. جواب نهائي. اي بلا نهائي. الأجنحة. بلا الأجنحة المتكسرة. اكيد. بلا والله كنا معتمدين عليها. انت رجعت دوعتنا يا لا دوريد الأجنحة مالك حق. لا شو بدك فيه؟ شو بدي فيه؟ بمين بدي فيه؟ هو بده يدفع لنا. دوريد اكيد الاجنحه. لك لا ترد. لمين على مين ما رد؟ رد علي. عاد خلص هدي محله واسالي انت. شو ما ردت الثانيه يعني؟ مو الشغله مو بالهيلمه كمان. لا بس والله الاجنحه انا بقى انا واثقه. بحلفها. طيب يعني اذا طلع مو الاجنحه مكسره بحلف بالطلاق. طيب بدك شو اسمه؟ هلا انت منك مش متاكد. ما انت لا تاذينا الله يخليك. لا يعني لا 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 يعني لا تفصم. انت لا تطلع فيه. لا تطلع فيه. عمل لا يعني لا تفصم عرى قلبين بخربطنا بهالمساله هاي. لا لك القلوب لا بلا الاجنحه بتتكسر بس القلوب ما بتكسر. بلا بيقولوا
لا تكسر له قلبه مكسور. لا لا تكسر له خاطره. تكسر له قلبه ما بيكون قلب مكسور. خلينا بالأجنحة. الأجنحة جواب نهائي؟ إيه إيه إن شاء الله. إن شاء الله. خضرة خضرة بدي انت كان الهامك القلوب ها كان الهامك القلوب المتكسر بس بعدين رجعت حالي لانه بتذكر انه يسعد مساكم. قبل 10 سنوات ولدت نجمة سطعت بضوئها على المشاهد العربي فأدهشته. ولدت لترى، لتنقل، لتتابع، لتحلل وتعيد تركيب الصورة على حقيقتها وكما ينبغي أن تكون. وكان ذلك إنجازا حققته MBC التي حلقت في فضاء النجومية وتفردت بسباقات إعلامية تفوقت فيها على معظم المحطات العربية الأخرى. اليوم وفي الذكرى 10 لتأسيس MBC نستطيع القول إن محطتنا تجلت وتفردت حينما اختلط الحابل بالنابل، وتميزت MBC في وقت بدا فيه أغلب الإعلام العربي وكأنه بلا رائحة ولا طعم ولا لون. وبخطوتها الجريئة فتحت MBC الباب واسعا أمام تجربة هائلة يخوضها الإعلام التلفزيوني العربي. عرفت العثرات طبعا واغتنت بالنجاحات وما زالت تنظر إلى الأمام. وتحت ظل هذا الصرح الخلاق التقى أرقى المهنيين من جميع الأقطار العربية والأجنبية ليساعدوا المشاهد العربي كي يرى العالم بعيون مختلفة، بعيون عربية. اليوم حلقتنا خاصة وخاصة جدا، وهنالك مناسبة وسبب. فاليوم كما قلت تصادف الذكرى 10 لتأسيس MBC، وبهذه المناسبة راح بيكون معنا ضيوف كبار وحلوين حبيتون سواء على الشاشة الكبيرة أو على الشاشة الصغيرة. وراح نبدأ من الأول. ضيفنا اليوم صاحب خصوصية ونكهة تختلفان عن غيره من النجوم، فهو بعد مشوار طويل مع التلفزيون والمسرح والسينما تنازل عن عرش الكوميديا ليلتحق بقوافل الإعلاميين ويخوض على مسؤوليته غمار همومنا وشجوننا، أي أنه ترك قبقابه وشرواله مع غوار زمانه وتسلح بكرافتة الطامحين للمال، ليس ليسرق 10 ليرات من جيب أبو صياح ولا ليخطف فطوم من حسني، بل ليجيب عن أسئلة المليون. وفناننا ليس وحده الليلة، بل تتأبط ذراعه نصفه الآخر ورفيقة دربه الطويل التي طالما أصابتها شظايا مقالبه الفنية وغير الفنية. لنرحب معا بسفير اليونيسيف للنوايا الحسنة وصاحب برنامج على مسؤوليتي في MBC الزميل والفنان الكبير دريد لحام وزوجته الصامدة هالة بيطار. اهلا وسهلا. هلا عيوني. الله شايف شعبيتك لوين واصله؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك وبالست هاله. الله يخليك. نورتوا. الله يخليك. نورتوا استوديو من سيربح المليون. الله يخليك. الحقيقه انا من زمان ناطر هالمناسبه. ناطر يعني لازم رد لك الاجر، انت استضفتني على مسؤوليتي، لازم انا كان ذات يوم انه استضيفك بمن سيربح المليون، وبعتقد اليوم بذكرى 10 لتاسيس MBC هيدي افضل مناسبه. يا ميت اهلا وسهلا فيكم. عم تستنى مناسبه تشفى فينا يمكن. ليه ما تشفيت فيه انت على مسؤوليتي؟ ليه ما
لينيتك عاطلة. انت عادة بتتشفى بعدين كيف بدي اتشفى فيك وفي معك ست هالة؟ الله يخليك. معقول؟ الله يخليك. طيب على فكرة جد يعني بدي نبهك للناس كتير بيحبوك على فكرة وبيحبوا البرنامج نعم ما بدك تزعلهم ليلي جد، لكن في كتير من الأحيان بيقولوا هن الناس بيقولوا لك حرام عليك حاج تعذبه للمتسابق بتلعب بأعصابه، فالله يخليك لا تلعب بأعصابنا اليوم. لا لا الحقيقه مش عازمينكم لحتى نلعب باعصابكم، انتم ضيوفنا. انتم 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 ضيوفنا. شو بك شو مش مريحك بهالكرسي؟ واصلين رجليك الى هي لا والله كنا طيب لازم هي هذا المقصود هذا المقصود انه تضلوا مرتفعين على الارض هيك في حاله في حاله انشناق. لا لا لما عم شوف البرنامج عم شوف في حاله الضيف انشناق كيف هي مش انشناق لما عم يقعد إيه؟ عم بيوصلوا رجلي لهي نحن كني قصرنا بهالسفره هيك الظاهر من الرعبه انا بالنسبه لي رعبه. على كل حال اهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. رح نبدا هالمسابقه بهالمناسبه الخاصه، بس قبل ما نبدا بحب اعرف انه ارباحكم ان شاء الله تكون مليون لمين بتحبوا تعطوها لاي جمعيه خيريه؟ الحقيقه يعني مقررين نقسمها او انا مقرر مقررين ان نقسمها لثلاث اجزاء ثلاث اقسام. قسم بيروح لمؤسسه الشهيد في لبنان الثلث، والثلث الثاني للجنه الشعبيه لدعم الانتفاضه بسوريا، والقسم الثالث لجمعيه اصدقاء الطفوله. هي جمعيه قيد التاسيس وانا وزوجتي اعضاء فيها. فاذا أهداف رفيعة جدا، بنتمنى أنه تبعدوا كتير بهالمسابقة قد ما فيكم. إن شاء الله إن شاء الله بنربح المليون يعني صوب المليون إن شاء الله. بس دخلتي برجلك اليمين؟ إيه دخلت برجلك اليمين مو هيك فوت برجله اليمين مشان الله يوفقه مو هيك هيك اسمح لنا نرجع نفوت وعتبة جديدة وعتبة جديدة هيك لازم. طيب منيح، لكن إن شاء الله تكون فأل خير. عندكم فكره عن المسابقه؟ ست هلا انت بعرف انك عم بتتابع البرنامج مش مثل الاستاذ دوريد. استاذ دوريد لا والله انا لا والله بتريد استظهر لك اياها. في عندنا 15 سؤال للمليون. الخامس سؤال بنربح 1000 ما بنعود بنخسره. صحيح. 10 سؤال 32000 ما بنخسرهم، فينا ننسحب باي لحظه بنريد. عندنا ثلاث وسائل مساعده. خليني احكي شي كلمه. فينا نحذف اجابتين او أو نتصل بصديق. نعم. أو نستعين بالجمهور بيساعدونا إن شاء الله. أوكي لا بس ممنوع تطلعوا بالجمهور. لا ممكن الجمهور يساعدكم بس هلا بس من دون ما تطلعوا بالجمهور. أنا بس بتطلع بالجمهور. طيب جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. بنبدأ أستاذ دوريت إن شاء الله. أعصابك منيحة؟ هادي مرتاح؟ بلشت. وين بتلاقي حالك تعبان أكثر؟ بمعلم مسؤوليتي ولا هون؟ لا والله هون. هون ما تعبان لا أكثر؟ لا جد هون. يعني كنت متصور انه اذا ملاحظ كثير متحفز منك واعد لك على المايل هيك. جد بشرفي متحفز كثير يعني قربي علي هيك بنقوى ببعض. لك ما تقربي كثير رح نخلف. طيب طيب فاذا فاذا انتم جاهزين ونحن جاهزين مع الاستاذ دوريد لحام وهالة البيطار زوجته ومن سيربح المليون. ماذا نسمي الإنسان حاد الذكاء؟ مثلك غبي لا سمح الله بليد عبقري رعديد عبقري رؤية لا لا عبقري بلا أنا رقم ثلاثة مسألة هلا. عبقري ولا غير عبقري مسألة الواحد يفكر ليجاوب. نعم يعني ممكن يكون في فخ يعني ما تسرع يعني حتى لو سهلة لازم لا فكر. أنا معه أنا معه لا لا مو هيك يا قلبي مشان الناس الأولاد يعرفوا إنه عم نكسب لقمتنا بكثير من الصعوبة. أي والله وين كان هي اللقمة مش إلها بس على كل حال يعني الواحد يفكر يعني أنت برأيك رديد لا عبقري رقم مو برأي رديد بهيك مسائل دائما الواحد يقول بنفي هي بنفي هي بنفي هي. غبي أكيد لا لأنه أول ما طلعت غبي قال لا سمح الله معناته مو هي هي. شكرا للمساعدة. شوفي بيقولوا ما بساعد أنا بساعد. أنا بزماني كنت كتير بالمدرسة فعلا خاف والله العظيم كنت خاف كتير ارتعب من الأستاذ ومن الطلاب وكذا فكان يقولوا لي بليد معناتها مو هي مو طيب ما أكون عم ذكرك بأيام مدرسة أنا هلا برأيك
مو رعديد، رعديد غير شيء. لا طبعا رعديد يعني جبان، هاي بعرفها منيح. مصفي غير عبقري. عبقري فاذا عبقري هو الجواب صح، صاروا 100 ريال. شكرا. تسمع مني امشي مع الست هالة على عمياني ان شاء الله ان شاء الله مثل ما هي ماشي معك على عمياني. اسمعنا 100 ريال هلا بدك 100 ريال؟ انا بحب كل دفعه بدفعها. انه هي المصاري طول هي نحن موكلين توكيل عليها لجمعيات انسانيه. خلينا طول بالك، خلينا نشوف السؤال الثاني ب 200 ريال. هلا بعطيك ال 200 ريال. نعم. الغفوه ساعات الظهر هي قيلوله، ترويسه، ترويقة، تروية. قيلولة. يعني القلوب ما بتكسر، ويعني مثل ما قلت لك واحد جبران خليل جبران ما هي يغلط بمسألة ال يعني الكاسة بتنكسر. كان معكم 4000 ريال، كان بعد عندكم 3 وسائل مساعدة ما استخدمتوها. شو قصدك؟ ليش عاطينكم، ليش عاطين لكم وسائل مساعدة؟ قلت لك خلينا نستعين. ليش حاطين لكم وسائل المساعدة نحن؟ اوعى تقولا. شو قصدك؟ لك لو استعنا ما كان احسن. كان معكم 4000 ريال. ايه. لخلصنا. رح نموت. والله العظيم هلا العالم كلها عم تقول لك حرام عليك. لا الناس كلها عم تقول لك حرام عليك. صارت قلوب متكسرة. طبعا الاشجع المتكسرة لجبران يا جماعة ولو. وانا كمان عم ترعبني الموسيقى. ايه هيدي بترعب بين مكان الموسيقى. مرقوا زملاء كبار. اول شيء عليتوا لنا الكراسي مشان ما نرتاح بالقعده. وين الموسيقى؟ وبالجمهور لا تطلع. وليش ما عتمينا اليوم؟ بدنا نشوفهم يا رب. السؤال التاسع ب 16000 ريال. ما تنسوا وسائل المساعده. يا رضى الله ورضى الوالدين. يلا بنشوف السؤال. والله الله سبحانه وتعالى بخيب. من هو بطريرك الاقباط الارثوذكس الحالي في مصر؟ البابا شنودة الأول، البابا شنودة الثاني، البابا شنودة الثالث، البابا شنودة الرابع. أعرف أنا البابا شنودة. وأنا بعرف البابا شنودة. وأنا عارف إنه البابا شنودة اسمه. أنا عارف. في عندكم 3 وسائل مساعدة. طيب. فيك تحذف لنا 3 اجابات؟ ايه له اجابتين والي اجابه. على اساس للذكري ما فينا. لا للذكري مثل حظ الانثيين. نعم صح؟ بيطلع لك اجابتين. انا بيطلع لي حذف اجابتين وهي نص ذكر بيطلع لها حذف اجابه. تحذف لنا 3 اجابات وبيمشي الحال. والله كثير منيح. الله يوفقك. الله لا يقعدك الهادي الزليلة. مرعبة مرعبة خربطت أنا هلا. يلا شو بتعملوا؟ حجرة بقرة قلي. لا ما بصير حجرة بقرة. ما بصير. ولو إذا بنسلت للآن شو بكي أنت؟ شو حجرة بقرة؟ طب خلينا نستعان بحد. نستعان الجمهور. بدك الجمهور. نستعين بالجمهور. نستعين بالجمهور. جمهور هلا لكم الشرف تساعدوا للأستاذ وريد. حضروا حالكم إذا بتريدوا. السؤال: من هو بطريرك الأقباط الأرثوذكس الحالي في مصر؟ إن شاء الله يكون في مصريين. أيه. البابا شنودة الأول، البابا شنودة الثاني، البابا شنودة الثالث، البابا شنودة الرابع. اختاروا الآن. أعطوكم 57% للجواب رقم 2 اللي هو البابا شنودة الثاني. أعطوكم 28% للجواب رقم 4 البابا شنودة الرابع. بقى 11% للجواب رقم 3 البابا شنودة الثالث. أكيد مو الأول، لأنه الأول عادة ما بيقولوا له الأول لأنه ما بيعرفوا جاي شنودة بعده ولا مو جاي. فأكيد مو الأول. نحن عم نحذف لحالنا إجابات. الثالث ما رشحوا بين الثاني والرابع. معناتها نحن هلا خلينا مع الجمهور. شو رايك بدنا نروح باتجاه الجمهور؟ يعني الثاني ما ضروري. انت فيك فيك بالنتيجه بدك تقرر لوحدك. شو قصدك؟
ما قصدي شيء، قصدي انه يعني البابا شنودة معروف يعني. بعرف انه معروف، انا عارفه يعني في جميع الاقطار العربيه والله والعالم معروف البابا شنودة. حضرتك بتعرف؟ ايه بعرف. انه ما راح اقول لك. ما راح. لا ما بتعرف. ما راح اقول لك، بس انا بيعز علي انك تخسر بس. هو لو طلع لنا هيك مثلا ايه بابا، لو طلع لنا هي النتيجة على طريقة الانتخابات العربية شي 99 فاصلة كذا مثلا. بيجي نكذب اجابتين؟ لا ولو حرام على سؤال واحد نروح وسيلتين مساعدة. بابا شنودة، بابا شنودة، عمري ما فكرت تاني ولا رابع. الرابع اذا بتذكر الرابع. تيري الرابع. نجرب حسب اجابتين رح يروح لنا اياهم كلهم هيك. بتعرفي انا مخلي حذف الاجابتين لامتى؟ للمليون؟ للاتصال بصديق. يعني وقت بدي اتصل بصديق هو بينصحك اذا بتحذف اجابتين؟ انا بحذف له اجابتين بضل عنده اجابه لانه 30 ثانيه ما بنلحق نقرا له الاربعه. نعم نقرا له شغلتين بس. نعم نعم. بس هلا صارت مصيبه هي المساله. طيب نحذف اجابتين، اتكل على الله ونحذف اجابتين. نحذف اجابتين ست هلا شو بنعمل؟ فاذا بنطلب من الكمبيوتر يحذف للاستاذ دوريد والست هلا اجابتين من ثلاثه الخطا. باعتبار ما رشحوا الثالث الجمهور. ما رشحوا الثالث. رشحوا الثاني. الأول ما له طعم. خلص الثاني. شنو ده الثاني؟ شو قلتوا؟ الثاني اللي الجمهور عطوه؟ نعم. إيه الجمهور عطى الثاني. الجمهور عطى الثاني. إيه عطى 57% للثاني. إيه. وقلنا الجمهور ما في ولا واحد مصري بيناتهم. جورج دوختنا. شايفين؟ ناخذ الصديق. يعني الصديق ما حيعرف. تعال نسأل يعني معتز. ليه معتز وينه؟ هات معتز دمرداش. لا ممكن يعرف. ايه طبعا بيعرف صديق. بس هلا في عندكم خيار بين اثنين. شو خيار؟ رجع احذف لي واحد لإلي. جمهور قال محذوف. جمهور قال التالي. الاول انا حذفته من الاصل لانه ما بيقولوا اول لانه لسه ما في حدا مسمى هيك بعدين. يعني هلا انا ما بسمي حالي دوريد الاول. ايه لا حفيدي لا. دوريد الثاني. ايه بس انا مو الاول. طب دوريد طلب حذف اجابتين وانا لا. بطلب حذف. لا خلص هلا ما فينا نحذف. في عندكم خيار بين رقم اثنين او رقم ثلاثة. رقم اثنين الجمهور عطاكم 57% ورقم ثلاثة عطاكم 11% جمهور. نعم. وأنا استنتجت أنه ما في ولا واحد مصري بين نعم. الجمهور إلا شيء قليل يعني ما بعرف. ممكن التالي. أنت ما عم تقري جرائد؟ لكن بلا بس عمري ما بكمل يعني إنه بعرف إن البابا شنو ده. بتمسك الجريدة وبتزدي بالكلمات المتقاطعات بهمك من الجريدة كلها. هلا طلعت فيه بقرا البابا شنودة بس ضروري اعرف اول ولا ثاني ولا ثالث. بابا شنودة بعرف. اخ يا وطن بنقول الثالث. بتقول الثالث؟ ايه حط لنا هاي الخضرة عليها لشو. بتقول جواب نهائي الثالث ايه يعني؟ ايه ايه شو دخلك؟ كان عندك كان عندك كان عندك مسرحية اسمها صح النوم؟ ايه صح النوم مسلسل. ايه مسلسل صح النوم. ايه صح النوم شباب. صح صح صح. هيك قصتنا. طيب شو استفدنا لكام مسألة سؤال الجمهور؟ أنا لو بدي أخسر لو بدي أخسر احتراما لهم لازم أقول الثاني. لازم أقول الثاني احتراما للجمهور لأنه هو اختار الثاني. ما فينا نظلم الجمهور. أنا بعرف ما فينا نظلم الجمهور. أنا بعرف إنه الثالث بس احتراما مشان الجمهور الثاني. طيب نحن رح نتابع نحن وياكم بالسؤال العاشر 32,000 ريال. بس بدنا نتوقف كمان مرة للإعلان. خليكم معنا.
مرحب فيكم الجديد بالقسم الثالث من هالحلقة الخاصة من برنامج من سيربح مليون. مثل ما ذكرت في البداية، هالحلقة الخاصة هي بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس محطة الام بي سي. وفي معنا اليوم ضيوف كبار، في معنا ضيف كبير هو الأستاذ دريد لحام وزوجته الست هالة، عم بيتابعوا معنا المسابقة. وصل ربحهم إلى الآن ل 16,000 ريال. رح منكمل معهم بالسؤال العاشر اللي بيساوي 32,000 ريال. شو ارتحتوا شوي بهالبريك؟ ان شاء الله منشوف السؤال العاشر. بدوية في باريس، بدوية في روما، بدوية في بيروت، هي لسميرة توفيق، فمن هو مخرج جميع هذه الأعمال؟ حسن المليجي، شوشو، رضا ميسر، محمد سلمان. شو؟ ظبيت جرافتك. ها؟ ظبيت جرافتك. شباب. طيب جاوبنا قبل الجرافي. جواب نهائي. هلا وقت الجرافي هي كمان روحت لي تركيزي. ها؟ وقت الجرافي اللي بتسألني. تفكر منيح. طيب عم بيهم أناقتك يعني. هو جرافتي منيحة بس أنا رقبتي مو على النص. أنا رقبتي مايلة. بتعملي لي إياها سيرة متسحاب أيمن؟ لا لا. تذكر. شو؟ محمد سلمان. محمد سلمان، جواب نهائي. جواب نهائي. إيه إن شاء الله. أنا هذا يا رب تصير خضرة، يا رب تصير. لا 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 خلي معي، خلي معي. بدي اعطيكم اكبر منه بعدين، مش انت بعد، بدي اعطيكم اكبر منه وبلا العذاب. طيب هلا بعد في عندكم وسيله مساعده وحده اللي هي الاتصال بصديق. السؤال الحادي عشر بيساوي 32 بيساوي 64,000 ريال. ان شاء الله ما بنعتاز يا رب. ان شاء الله ما تعتازوا المساعده. حكمت 80 يوما فقط ثم قتلت، فمن هي؟ ست الملك، زنوبيا، شجرة الدر. بلا شجرة الدر. كليوباترا. بلا شجرة الدر. قرينا عنها تاريخ. مو هيك؟ أنا عامل عليها فيلم. عملته دجبتو. دجبتو. كليوباترا حكمت أكثر لأنه حبت وتجوزت وبعدين انسمت. مارك أنتوني. مارك أنتوني القائد الروماني. يعني قضت زنوبيا، خاضت حروب إلى أول ملأ. حبت القيصر قبل مارك أنتوني. فهي حذفتي إجابتين لحالي. ما لنا بحاجة لك تحذف لنا إجابات. لا خلص ما فينا. طيب. إحنا لحالنا عن المثل. هلا عندك ست الملك وشجرة الدر. شجرة الدر. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. جواب نهائي. ان شاء الله. لا لك ست الملك ما لي سامع فيها ولا انا، يعني خلينا معلش. ست الكل. ست الملك. ها كيف ما انا سامع فيها ست الملك؟ سامع بست الكل. قلت ست الكل ما لي سامع فيها. طيب ست الملك. على راسي. لا يا سيدي، سامع ولا مو سامع؟ انا اختصاصي كيمياء. طيب بس شجرة الدر بس 80 يوم حكمت. لا لك اسمح لي اقول لك شغله، خليني مو اقول لك يعني ما اعمل لك تساعدنا. لا وعلى كل حال جواب نهائي. اذا 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 ساعدتنا انت الله بيرضى عليك، لانه هي المصاري رايح على جمعيات انسانيه. نعم الله يخليك. مشان الله يرضى عليك قصرت لحد هلا شيء. ساعدنا لا تلعب باعصابنا على الاقل. طيب. خلينا نقارن. خلينا نروق شوي. هلا عندنا يا سيدي كليوباترا اكيد لا، لانه حبت
واخذت انطونيو لغليزلوبيا حاربت وعملت حروب له ما هتعملها ب 80 يوم شهرين ونص. ست الملك مالي سامع فيها شجرة الدر بعرف انه سامع فيها وقتلوها بالأبائيب مثل ما قتلت جوزها شجرة الدر 80 يوم فقط شجرة جوز 81 لا شو ما في 80 هلا بدي ادبر لك واحدة حكمت 80 يوم يعني حكت معك هلا 81 يا سيدي منيح هيك انتوا غلطانين طيب شو عاملي فيك ست الملك؟ شجرة الدر ما سامع فيها يا ريت تعمل فيه شيء نعم يلا شايفي؟ شجرة الدر شجرة الدر الجواب نهائي شجرة الدر يا سيدي هي الجواب الصح شكرا صار معكم 400 باقي الشك الثالث للجمعيه لازم كل واحد 64 أيوة. على فكره مو نحن اثنين وقاسمين كل واحد حيسكن ببيت ست هلا ايوه هذا شك 60000 ريال اخذه هلا ولا بجوز يزيدوا خذيه هلا بدنا يزيدوا كمان بس طب ليش هلا اعطيتها وانا لا ما انت قلت لي انه كل الفلوس بتعطيها اياهم بالبيت خزيني معي بس هدول لا لي ولا لا يا خلص خلص انت قلت لي قبل ما نفوت قلت لي كل شيء فلوس بتعطيهم لها ست هلا السؤال الثاني 10 ب 125 الف ريال يا رب خليك معنا يا الله فيلسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي وهو من اهل الكوفه واصله من خراسان فمن هو انت شاطر كيمياء بس مو كيمياء تاريخيه محيي الدين ابن عربي ابو حيان التوحيدي جابر ابن حيان فيلسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي من اهل الكوفه واصله من خراسان ابن عساكر ما كيميائي سمعاني فيه بس ما بعرف شو جابر بن حيان أربعة بتهيالي لألك ليش لأنه فعلا بتذكر بجامعة سورية جامعة دمشق يعني في قاعة كان اسمها قاعة ابن حيان ابن حيان جابر ابن حيان ونحن كلية علوم نعم نعم فلازم يكون جابر بن حيان ابن عساكر مو كيميائي لا والتوحيدي كيميائي كان صوفي صوفي شو رأيك؟ اوكي خليها جابر انا هاي عندك لحظة اذا طلع غلط شو بيصير؟ ترجع على 32000 بس الشيك معنا ما حنرجع لك يا معلش انا قابل بس اذا طلع صح بيضل الشيك معك 64000 ما بعطيك 64 فور انت عم تاكل مال ايتامك طيب جواب نهائي جابر بن حيان جواب نهائي جابر بن حيان يا عمي لا تطولوا الموسيقى اعطونا الجواب راسا لا يطولنا الاخضر لنعرف اذا مزبوط لا ان شاء الله يا رب لا ما بيقدر سؤال مهم يعني كيميائي كان جابر بن حيان هو الجواب الصح صاروا 150 صار معنا 125 الحمد لله ما بقينا بقيان سؤال 2-3 للمليون يا رب استاذ دوريت هذا شيك 125000 هذا باسمك خلص خذي ست هلا بس هذا باسمه للاستاذ دوريت اسمح لي انا باخذه وانا بعطيك اياه اوكي معلش خلي يعني يكون في كيف صارت المعنويات منيحة؟ الحمد لله منيحة الحمد لله يعني طلعت أبو حيان أعطاكم 125 ألف ريال بس ابن عساكر في منيحة طلعنا ابن شرطة جابر ابن حيان أعطاكم نعم. 125 صحيح. ألف ريال صحيح. رح نتوقف كمان مرة للإعلان خليكم معنا منتابع سوا هالحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس محطة MBC
وصلنا إلى القسم الرابع من هالحلقة. في معنا الأستاذ دوريد لحام وزوجته ست هالة عم بيتابعوا المسابقة. وصل ربحهم إلى الآن ل 125,000 ريال. بعد في عندهم وسيلة مساعدة وحدة اللي هي الاتصال بصديق. السؤال الثالث عشر ب 250,000 ريال. منشوف السؤال. كم سنة دام الانتداب الفرنسي على سوريا؟ 24 سنة، 25 سنة، 26 سنة، 27 سنة. بعد في عندكم وسيلة مساعدة وحدة، اتصال بصديق اللي هي الاتصال بصديق. هذا السؤال بيساوي 250,000 ريال. بدال 24 سنة وخمسة وعشرين وأربعة وعشرين أربعة وثلاثين أربعة وخمسين. بخربطونا. لا. بخربط ما فيها. لا هذه يا بدك تكون تعرف الإجابة بدقة أو